الحنين. برنامج أسبوعي يعنى بالثقافة والرياضة والفن. يأتيكم كل جمعة على الساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر. إذن نحن على المباشر اليوم الجمعة 29 أفريل 2016، وحوار مع الأخ صالح العياشي من سطيف. كل أخ صالح العياشي هو لاعب دولي سابق في الفريق نتاع الوطني الجزائري، وكان يلعب في وسط الميدان مع الفريق نتاع وفاق سطيف. هو واحد من اللاعبين اللي نعزوهم، وأنا شخصيا كنت من الناس اللي ساندوا الفريق نتاع وفاق سطيف، وكنت حتى نتنقل مرات بالستوب، نروح من برج الغدير نروح لسطيف باش نتفرج المقابلة نتاع وفاق سطيف. اليوم راه معنا صالح العياشي، اللي كنا في وقت من الأوقات وأننا نتمناو على جل باش نلتقيه، والله نتمناو على جل باش نتكلموا معاه. اليوم راه معنا على المباشر. مرحبا بك الأخ صالحي. سيني جبروك، واش راك؟ والله أنا الحمد ربي لباس، والله في رحمة ربي الحمد لله. الحمد لله، ربي يبارك فيك. الأخ صالح العياشي، بداية هو أنه لو كان هو أنه تحكي لنا كيفاش بدأت المسيرة نتاعك مع الكرة نتاع القدم. ألو ألو، راهو كاين خلل في أعتقد في الميكروفون. الأخ تونسي؟ نعم. راهو كاين خلل، كاين مشكل في الميكروفون، مانيش عارف. وعلى احسن ما يرام، الان راني نسمع فيك جيدا، لو كان تعطي له ربما راهو بعيد عليه الميكروفون. انا نقدم شويه إيه؟ لما انت تتكلم نسمع فيك جيدا. روح احسن نسمع فيك. الله يبارك فيك. قلت لك الاخ العياشي، كيفاش انت كانت البدايه نتاعك الاولى مع كره القدم؟ المسيره تاعي بديت بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. يا ربي يسر لي صحلي صدري ويسر لي أمري ويفتح لي عقدتي من لساني. ومن بعد أنا كي بديت المسيرة تاع البالو كنت صغير، نعم، بس على باليش كنت يدخلني، بقيت روحي وحدي نلعب. والله كيما نقول لك، وصلت للدرجة تاع لي سينيور، قالوا بلي خوه هو اللي دخلوا عبد الحميد. افكتيفمون بصح دخلني، شايفني بلي جاي راه بعيد. هادي في لي سينيور بصح لي كادي وكيقعد جاي وذاك، مانيش وحدي نجري قبل البالو هكذاك. انت الاخ العياشي بديت مباشره مع الوفاق ولا لعبت فيك شمال فرق واحد اخرى قبل الوفاق؟ اي رحت مع لي سماز من ابات شمال ولا سمنتين، وليت في الوفاق. وليت في الوفاق. يعني جوسكا مانتنو ما على باليش حتى وشكون يدخلني وشكون هذاك، وين الفرصه تاعي جات مع الله يرحمه مختار عليبي، كي شافني دخلني نلعب مع لي زونسيان جوار تاع 62 هذاك، عطاني فرصة. كنت تلعب في نعم. ومن هذيك جبت بلاصتي والحمد لله. من بعد انا كيف من بعد كي خممت كي شفت روحي في السينيور القرية ما قدرتش نتمها، ما قريتش. درت لوبجيكتيف تاعي العالم بيسري يسمع بيا في راسيا. الله غالب لقيت دي زوبستاكل، الله غالب يعني دي جدد. ما نعرف كاركتير تاعي ما يعجبهمش، ما نعرف درك ان شاء الله هذه درك نطرقوا لها، نحوسوا في البدايه نعرفوا تسمى البدايه نتاعك مع كره القدم. اذا كنت انت تلعب بعفويه،
كنت تحب كرة القدم، من بعد جاتك فرصة بحيث أنه كان خوك عبد الحميد. نعم سي كردينا. نعم نعم جديمر. شوف أنا كنت مدود على البالو، نقرأ في دار الكراسيون قلت ايش كتاب نروح نلعب البالو نزرطي. جيت في راسي غير البالو ولا غالب الأخرية ما حبيتش يعني نتمها وذاك. نعم كان عندك توجه رياضي من البداية. ما كانت غل نشوف غير بالبالو، ماني منحوش على حتى حاجة أخرى. وجيت بالأقل ما لباليش كيف رحت أصطاد وكيف بديت نلعب مع لي كادي وبعد لعبت مع لي جينيور وبعد لعبت مع لي جينيور ليكيب ناسيونال وذاك. نعم ومن بعد دخلت نلعب مع طفل خويا أنا صغير في شوال في في لوطون تاع واسمو العيد مسعودي كوسيم ماتام فرشيشي لدو ماتام قعقع شكون لي اخر يا ربي يا ربي با 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 تشيل تشيل عباس لطرس بالفول عمار بروبة عبد الرحمن فلاحي هادو لي زونسيان كامل لعبت معاهم. نعم لي زونسيان هادو كامل لعبت معاهم. لعبت معاهم ايه هكذا لقيت روحي في نصهم. من هذيك المسيرة تاعي بدات في البالو، وانا بعد البالو هذا خلاص درت في راسي لوبجيكتيف طيش القرية. ما عندي حتى ما عنديش حتى ان نوطر 200 نديرو ذاك خممت انا في البالو. تشفع الأول مقابلة ولا ما تشفعش عليها؟ والله يكلموا نلعب والله ما نشفع نلعب برك نلعب والشعب هو اللي يفصل مانيش انا. لا 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 انت تشفع تشفع على أول مقابلة، أول مقابلة اللي لعبت فيها. والله العظيم راحتي ذاكرة قسم من أول مقابلة أول مقابلة هذا وانت فكر مع سيربي. كنت مع السيربي يا مع السيربي ودخلني العريبي الله يرحمه عطاني لا شونس. دمني قال لي هون الماس احكم فيه كلمه انا الماس ندميري فيه بزاف نشتيه قاعد هو يلعب وانا غدنك فيه من حوش على البالو يتبعيم على الماس يتبعيم على الماس وجيت نحكم فيه منه من عارف فيها يهرب لي ويحكمها بالدماغ دخلها ويحكمها بالدماغ ثم كي كنت حاكم في الانباس تيه غير معاه مانيش مع البالو. تسمى اول مره ستان كرون جوار وذاك. نعم قلت له عطاني نحكمو هرب لي ماركا لي بيت هذيك المسيره تاعي. بعد ديت نلعب ديت بعد كي لعبت مع عبد الحميد ولات في افير تاع بيستون او في الاخو بيستون هاك فهمني سي نور الدين. نعم يا سمعت كلمة بيستون هذا هضرها واحد في الجورنال ما على بالي شكون رحت ليه لعبت رحت ليه قلت له تهضر في الهضرة هذي. عبد الحميد واش قال لهم؟ قال لهم عبد العياشي جاب راسو بار لا فورس دي جاري هاك فهمني. نعم لا فورس دي جاري قال لهم جاب بلاصتو وحده واحد ما طحلو واحد ما هذاك. من هذيك المسيرة تاعي عدت نلعب في رحت من بعد كندي نلعب في سبوار ونلعب كنت جينيور نلعب في ليكيب ناسيونال جينيور وذاك. من هذيك جات المسيرة تاعي انا قلت لك بكل صراحة ما شفتش مرة كيف يعني انا صغير وبقيت روحي من بعد بقيت روحي في لونطونت ونلعب مع هذاك. نعم تشفى على اول هدف سجلته هو والله والله او تلمو زينوردينا. نعم ماركي البيوت ما نشفاش بلا حساب كان البيت تاعي اللي ماركيتها لكن هذيك اللي نشفع لها مع كوسيم ماتام وذاك في عنابه. وينها اللي قال لك يعني يسمع عنابه في عنابه جات يمبار جات طاحت يمبار تور السونتر جا كوسيم مقابلني وما تم عبد الله منه مقابلني بس ودي طاحت وقبل نعطيهم البالو كي جات انا قلبتها ضربتها
وخوسي ما وعقى أما نطاو عقى بلي ما فاسيتيش والآخر يقول لي عبد الله ليه ما فاسيتيش ومن بعد كذا راحت راحت دخلت ما بين لابار وذاك دخلت للفيلي كاو سنين بعد الشعب يشوف الشعب كوسيما وعبد الله يسطيو اي من الغش هذاك اللي كانوا لها ما فاسيت لهم داو اكبر كيتا سلموا عليا نشفى عليها كي اليوم حكمت لهم مليون تيرا درت فيهم يعني واحد خلي مرك حتى ضربوني ضربوني من تريبي طيشوا لي موس كلونداري تورك راي ايه في عنبه الله العظيم ترموس اكثر من مليون تيرا على بالك انا كي خشت التيران وين يكون البالون نكون معاه ما رياش كيما نقول نكون راني فيه ولا وين يكون البالو فهمني شنو الدين وين يكون البالو نكون معاه او في الكورنر يلقاني صاحبي اللي حاكم البالو يلقاني مقابلو بندير فاسيتينو لاطاش فاسيتينو لاطاش تاعو باه ما يلقاش روحو كيما نقولو روحنا نعاونو باه دير سهله الحياه ويدز لي البالو ومن بعد قاعد تلعب في الوثاق من الوثاق خلاص هذيك من بعد جاني واحد كولونيل في الهرطوط يقول لك اسمه الله يذكره بالخير دريدح عبد القادر دريدح ايه دريدح عبد القادر في هذاك الوقت اي جاء قال لي واش قاعد دير لهنا العيشين جيك تلعب مع جاكس وذا قال لي انني ايه ما يخصك والو معايا ترمون نيف والحب تاع لونطونت تونا ما نقدرش نخطي ستيف لونطونت حبيب باش يديك هو معاه لا هولوند يطلعني لا هولوند كان هو ملحق عسكري امستردام مع كريف وذاك حاولت يطلعني كان هو كما نقولوا الله يبارك انا ركزه ثم قال لي هيا قلت ما نقص نخطي لونطون نحبها وذاك ما جاني دي بروبوزيسيون مع لي زيكيب هكذا باش يديوني ما قدرتش تنمو نحب سطيف ونحب بلادي ونحب لونطونت جاتني كي شغل كيما نقولوا جاتني كي شغل نيف عيب نيف هكذا الشعب يقول لك او بيع روحه فهمني معايا ويجوني للدار ولا بالفريزه تاع سوار ونقول لهم نخمم ما والو ما داوني السواد ولا خلعوني ولا ذاك قعدت نلعب ونلعب اما فاسون لونطونور جامي يقول لي هاك فات تلعب ولا هاك فات تلعب وين هم لي زونترينور اللي لعبت معاهم؟ لعبت مع كرمالي وقعدت مع العريبي الله يرحمهم في زوج ويوسع عليهم ربي والهادي بن محمود شويه ما قعدناش معاه بزاف هذو زوج برك اللي كنت في اللونطونت معاهم يشتوني كاين لعبنا في السان جويلي واحد الماتش كان كرمالي هو اللي مدرب كانت واحد لاكسيون لا ديفونس باتي الادفيرسير راح للجول ونكوبي له التيران نسمى كما قلت تعرف نديرو كي البالو هذا تقولو وليدي هو رايح واحد الادفيرسير للجول او واحد رايح للجول ونكوبي له انا قول درت واحد الطاكل كان كرمالي الله يرحمه كان واقف في البيت ورا اللي ميت ثم البلاصه هذه طيشت روحي عليها انا نحيت البالو وهذاك كما نقولوا اليغونس بعد غدوه كرمالي واش قال لهم؟ قال لهم كون عندي ثلاثه كما عايشين نجيب لك ديمون الله العظيم غير هكذا حضرها في الدنيا انا ربي يرحمه ويجبدوا لي زارتي فامي لقاهم في الوقت هذاك العياشي كيفاش كنتوا تلعبوا؟ كيفاش كنتوا تتنقلوا يا هل ترى مثلا كانوا يعطيوك دراهم كيما انتوا اليوم هكذا راهم يديو في المليار؟ ميزيريا حمراء. ميزيريا حمراء. كيفاش كنتوا تتنقلوا؟
مثلا الصبابط، الصبابط اللي كنتوا تلعبوا بهم. صبابط صبابط اللي كنتوا تلعبوا بهم دير بار تاع حطب واحد 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 ما عندوش ميكروبون يجي دي مار يزرق يطيح واحد لي توني مقروزين. قلت لك يعني أخذك خطر رحنا للوسمو رحنا لسان جوي نعم عمني كيف نلعب احنا خشينا للديسير في الكولوار هذاك من الاربيتر هذاك واحد قال لهم قطعني لي با جابدوا عليا مدرقهم مدرق ما بيشلوش هذوك المهم نعمو لودية هما هما جاونا تاع شنو يبريو هما زعما شغلتو على تشيتشي اي كلش مقطع كلش مقطع هكذا قاعد ندير شاف مو اي بعد هو التيران يفصل كي يخش التيران حاجة أخرى نساور وحنا واش نقول لخويا كيفاش كانوا يكافئوكم لما مثلا تسجل بيت هكذا ولا تربحوا ماتش كيفاش كانوا يكافئوا كانوا يكافئوكم في الوقت هذاك؟ ايوا كانوا يقولوا الله كاس فرغانا هاي 3000 4000 فرق حكم بيتك ومن بعد نجدوك الاخرين واش دير 3000 هذيك؟ ها؟ واش كانت دير 3000 هذيك ولا 4000؟ في هذاك الوقت شويه يعني واش دير؟ ما تشري صباط والله هذه شي صباط ولا كشي حاجه هكذا متجا والله ويعرف اللي كيف ناسيونال كنا نروحوا يعطونا 5000 ارزون بوش ما كان والو 5000 نخرجوا كارتي ليبر هكذا هاي كومباري ولي 10 5000 الضوء قداه دير هذه قداه دير تسقطت دير مليون هذيك هي احنا نحبوا البار نحبوا حب ما احناش مدنقين الصوار هذو احنا كما نقول دايرين هذو اللي يديري الجو هذاك يعني قدموا حكموا ليكيب هذاك باهم تما نتعاونونا شويه كانت الميزيليه ما كان والو كانت نعم باش هي حبنا في ليكيب نحبوا لونطون نحب كما نقولوا كما نقولوا عشت فيها ما نقدرش يعني ما نقدرش نقطعها ما تقدرش تبدلها يوم الغدوه ما نقدرش نقطعها نعم بصح دوك انا جو مسيو ريتيري كومبليتمون باسكو لقينا روحنا ماش ندير الحساب مره درك نجيو ليها درك نجيو ليها احنا الاول نحوس نحكي هنا فقط في البدايه على جال باش الناس تقدر تقارن نتاع الوقت اللي كنتو نتوما تلعبوا كيفاش رغم انه ما كانش عندكم امكانيات ورغم انه كان هناك حيف ورغم انه كان هناك كذا ولكن مع ذلك كنتوا تحققوا في نتائج وكنتوا تلعبوا على النيف يعني درك الان ربما قادر واحد باربعه دور يدي لاعب يديه مانيش عارف وين يديه يديه في الوقت هذاك الاخ العياشي وش هي المقابلات اللي بقات راسخه في الذهن نتاعك يعني واش كاين يعطيونا لا 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 المقابلات اللي لعبتوها يعني طيله المسيره نتاعك وش هي المقابلات اللي بقات راسخه في ذهنك مثلا كش ما ماتش هكذا بقى راسخ في ذهنك هو المسير نقول لك حاجه نعم انا ما نعرف انا نقول باللي انا اللي ماتش تاعي كل مليح أكثرني لي ماتش تاعي وين نخش ما كانش نكتر روحي على جال الشعب على جال السيبورتور ندير الماكسيموم تاعي باهم كيما نقولوا باش تفرحهم باهم نفرحهم هذه التخميمه الاولى ما عندنا حتى تخميمه اخرى لا صوارد لا بريم لا والو كي يخلصوا نديو هذيك لا بريم مينابل هذيك ميزيريا هذيك نديوها فرحانين فرحانين مارك انا ندير في هذوك لي بريم 10000 فرحانين ما كي نخرج وصلنا الدرجه وين فينا خسروا ماتش نخسروا ماتش على بالك سمانه طول ما نخرجوش للبلاد ما تقدروش تواجهوا الجمهور ما نقدروش نخرجوا ما نقدروش نحشموا ومن حتى تنحت عقب السمانة هذيك تاع الغير هذيك تاع لي سيبورتير وذاك بعد نخرجوا
ما كانت الامبيونس كنا احنا اللي سيبورتانا تاع الصيف تاعنا كل نتلاقاو معاهم يهضروا معانا وكيفا وكيفا خسرتوا وكيفا هذا وحنا نكتب لي نعم تشرحوا لهم هذيك تاعي والشمس والشماء. نعم كنتوا تشرحوا لهم يعني تسمى كان هناك تواصل بينكم وبين الجمهور؟ والله ما انا غالب درنا اللي عندي ما اخترنا هذاك اللي كان ميم الشعب راضي نديروا دي كرون ماتش ونخسروا ندومينيو ليكيب ادفيرس ونخسروا ميم لي سيبورتور تاعنا تاع بكري كي نعود ان كرون ماتش يستعرفوا بينا يقولنا كيما نقولوا الله غالب وخلاص يعطيكم الصحة درتوا كرون ماتش هذه هي لا زيد راح نقول لك نعم نعم عندك ديما اللي بي وش عايد لي عايد لي لو ديابل لونتونت عند صحابه ربي يرحمه الله يرحمه صالح وينهم اللاعبين اللي لعبت معهم يعني تشفع عليهم من اللي صاروا قال مثلا نجوم هكذا فيما بعد من فرق واحدة أخرى يعني أبر لونتونت وينهم اللاعبين اللي لعبت معهم هكذا شفيت عليهم قال مثلا تاع المولودية تاع الجزائر تاع مثلا تاع جياسكا كانوا كنا عملنا مع لعبت لنا كونتر زنير باشطا باشي بن شيخ بن شيخ كاش بشيخ جنب بعد من بعد بسير بيكون دانا مع كونتر الماس سلمي مداني كلام بطروني 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 لعبنا مع بعض انا في ليكيب ناسيونال احنا وياه لعبنا في ليكيب ناسيونال يعني نشفع اخرين هكذا وين هم اللي زيكيب اللي لعبتوا معهم في ليكيب ناسيونال اللي لعبنا اللي لعبتوا معهم كان عندي ماتش عمركم لعبنا في العاصمة لعبنا مع واحد ليكيب ريس لعبنا مع شيفيلد يونايتد انجليز كانت هي لاميور ليكيب في لونجلتير كان زاقالو هو اللي حاكمهم لعبنا باريس سان جيرمان اللي كان يلعب معهم دحلب دحلب على بالك دحلب عقبت مع العسكر بعضنا درت مع السيرفيس ميليتير وين جاها؟ السيرفيس ميليتير وكان واحد وين جاها؟ يقعد يسب فينا بالعربية خاصي ويهضرون اون فرونسي تقلقوه وانا نمرقوا فيه كان في الشارع هكذاك راه نرقب بيه انا راح نزيد راح نقول واحد الحاجه يعني راح نرسلها لصحيبي هذا مهدي تاع الامسيو ربي يجيب له شفاء راه عنده السكر وقيلا مسكين يقصوا له كراع ما نعرف وين سرباحه مهدي تاع الامسيو مهدي كان يلعب هذاك مهدي لعبنا في ليكيب ناسيونال ميليتير مع بعضنا كان يلعب غارديان أبو صندر كان يترفده فريحة الله يرحمه وبلو ملحقت به ولا ملحقتش به تسمى انت ملعبتش مع جينيراسيون تاع بلو مي ماجر شنو نقول به نقول لك حاجة انا لا كوب دي مون 82 نلعبها فهمني و 75 مع لافروس نلعبها دوك نحكي لك كيفا كنا في ليكيب ناسيونال عندنا ماتش دافريك مع تونس في تونس لعبنا خسرنا 1-0 تيمينينا من لاكوب دافريك كي تيمينينا حكمها رشيد مخلوفي رشيد مخلوفي نص عيط له ونص ما عيطلوش ثم انا عيط لي بار من النص اللي عيط له جاني تيليجرام في اللوكال تاع عين فوارا لونسيان لوكال
على بليش دوك الواحد يكون ما هي رحت الوزمو رحت للجزائر الصباح 5 تاع الصباح لحقت للجزائر مخلوف كانت البيرو خشيت ليه وكان يزوج مع ما جبت سماوتهم مخلوفي يشتيني بس كلا لك ناف اللي كيف ناسيونال ميليتير يعرف لك يعرف كما نقول الله فالير تاعي هيا خشيت للبيرو مع الدخلة شفت الحياة قلت صحيبي نعيد هذا مات الله يرحمه استنقر يد بيت رحنا مع بعضنا خشينا للبيرو هيا تكلم واحد على بالكم أصحافي بعضهم تحلي زوالة تحلي كيف فلان هيا تكلم واحد مخلوفي موشتي الروح أنا حاط صبعه هنا فتاع الذاكرة صبعه فتاع الشهادة يدنيك فيها هكذا موشتي تدنيك فهمت بلي مش بصح قال لي الله غالب صحابي هذوما نقدر سنين فهمت الرسالة تكلم واحد تكلم واحد قال لي والله العياشي ونعيجا وظني فير لوبرتير مع لي جينيور على لا فينال 75 مع لا فرنسا هيا من هذيك قلت الرشيد مخلوفي يرحم والديك الو سير الدين ما الكلمات الاخرين هذو ما لحقوش ما سمعتكش مليح نعاود لك الكلمات الاخرين هذه بار قلت لي تما كنت انت ونعيجه ومن بعد قلت لي باللي واسمه رشيد مخلوفي فهمت باللي ما حبش يلعبك شاتيني الروح نعم على بالو فيا باللي هذيك العين تاعي وراح نشرب باللي مرضنا ما يقدرليش هيا تكلم قال لي والله صالحي نعيجه وزاري فير لوفرتير مع لي جينيور على لا فينال 75 فرنسا اونفا سي ليكيب اولمبيك ماشي ليكيب دو فرنسا روبوش با اون ليكيب دو فرنسا حنا على سارة برك على الدرابو هذاك برك ايا قال لي الكلمه هذه سافا تو دير يعني واضحه يعني روحوا تروحوا من هذه قدرت اللحية اللي يومين هذي ولعبت الماتش هذا كله ما لعبتوش كل ماتش هذا اللي قلت لي عليه نتاع لوفرتور لعبتوه ولا ما لعبتوش يعني نلعب انا سينيور على راي يعني نلعب مع لا فرنسا ونلعب مع لي جينور سافا با ما حبيتش تلعب كنا نلعب رحم والديك السبور يرخص بيا هكذا تسمى شغل بريزوك حقروك يعطيك صاحب بارك الله فيك حقروك ما حبوش يخليوك تمشي قالوا فيا باللي نروح بعيد في البالون على بالهم فيا من هذيك خلاص من هذيك ما حبوش يعطيو لك فرصه على جال باش انت تروح تمشي لقدام بارك الله فيك داروا لنا اوبستاكل وانا ملي بديت نلعب البالو وانا في لي زوبستاكل تقول ربي معايا نصوتيهم وكل اعطيني ربي فور دو جاري لي واحد كيما قال لهم مخلوفي قال لهم معايا قال لهم كي لهم مير مليو دو تو لي طون تحق تقبلوا ولا تكره انا نقولها ونعاودها وعلى بالي في روحي ماما هنايا صطاد قلت لهم نلقى جوار كيما انا نشوف الميليو تيران كيما انا نجي نتفرج ما شفت حتى واحد صافي ما تروحش تفرج لهم والو ما ليه الروح درت مالك كيما في اللاعي في اللاعي سعيد قلت له انا كش ما راك تتفرج انت لهذا لي زيكيب والله قال لي ما نتفرج لهمش قلت له انا علاش قال لي نهار نلقى واحد يلعب خير مني نتفرج انا شو نقول لك اسي نوردين انا بعيد كل بعد عن الجوار هذوك بعيد بزاف انا عندي واحد العقليه نشتي البالو نشتي نلعب نشتي الشعب نشتي نفرح الشعب نشتي نقتل روحي ما نحبش كتر 20 مينيت ولا 120 مينيت هذي ناكلها ما نحبش لعبنا
نهار ما لا في النار يا شطر فان شطر فان أنا على بالك تكسرت وش من مقابلة؟ مع الديانسي هذيك كانت واحد كيف يقولها الديانسي أي راح تقعد ما كانش مرة ثم لعبنا معهم الدمي في النار في الجير مش اللي ولات فيما بعد الحراشة وقيلة هذيك هي وقيلة لما تدريش ربي قلت لك لعبنا معهم دمي في النار في الصطاد في سان جوي لعبنا كنا خاسرين على الدنيا منوت أتوقعت 5 منوت وإيقاليزيت أنا درت أكسيون كما نقولوا كان عندي البالو هكذا كان جريستوري طيشتولو خدمتو أنا طيشتولو وديماريت أنا بيعطي يقلب لي البالو ثم خدمتو فهم ما هكذا يقلب لي البالو شكون جريش مسعود جريش الله يرحمه محمد ربي يرحمه يا قلت لك ماركيت ليغاليزاسيون قعدت 5 مينوت لاخر الشعب كان خارج ومن بعد بدبتهم بكل الطريق من بعد لنا برولونغاسيون ثم اللي حطوا السوق وسوق لونطونت جاتني واحد لابال هكذا طيشتها لساعو خرج مع الجول حكم دخلها يعني بكما كي قال لي زيت انا ما فهمش فيها والو ما كان مولاكسيون رابيد هكذاك هو ذاك قال لهم شكون يماركا قال لهم العياشي ها هي ولينا وليت انا لعبنا معاهم ردمي في النار بعد ولينا في الصيف طحنا معاهم الشامبيونا لي اسماء قالوا لهذاك دمدوم انا لافاسون نشفع عليها كل يوم ما انا جاني خبر هكذا قالوا لي اسمه قالوا له حبسنا العياشي برك كيما قالوا له كيما زرعت انفع دمي في النار جمعه ولا في النار انا ما لعبتهاش انا رحت كيما نقولوا هيا من بعد واش مو دمدم هذاك لعبنا الشامبيون في ستيف ما على باليش يجيني من لورو يعطيني لا ديكتور لا طوندون داسيل قطولي حرشوه نعم حرشوه يعني. هكذا سمعت واش سمعت انا هكذا باسكو باهي يلعبوا في النار هيا عطاني انا حياتي طول جامي طحت ولا تقست ولا ذاك وريهن ما هكذا ما عندي كوراج يجوني ضربات هكذا هم يوجعوا فيا بس حنا وقفت الشعب ما نعتلمش بلي هم ضربوني ويوجعوا فيا كراي ولا هذه هي قلت لك قطع لي الطوندون يعني هو الطوندون هو الرقصه تاعي انا تاع كراي طوندون داشيل يقولوا ما لعبناش هيا رحنا نلعبوا لا فينال روحنا نلعبوا لا فينال خطر فان هيا في الفيستير دار لي كيف مختار عليبي ومن بعد انا ما حبش يدخلني من ما حبش يلعبني انا كنت مكسور رحت لي قلت له مختار كده قلت له كريم بديني 6 ايام برك حطني 6 ايام بعد 30 الف هذيك أفهمني شنو قلت؟ هيا كي قلت له الشيخ يعني كثرت روحي قلت له اني في عتدني هكذا راح لي ولا بعد هز التريكو طيشوا لي خاصين انا قلت انا وانت مكسور؟ ايه رومبلاسون مكسور ورومبلاسون شوف تلمو حشر اني نلقي يسمع بنت كيما نقولوا لا فاي تاعي في الميليو تيري ما كانش حاسو انه ولا جريس اريا سونترال ولا ولي لاطاس كل ولا اريا سونترال هي البيت هذيك ماركت ماركه العيش يا ربيت مناك فات ماركت هذاك هي بعد عيش يا ربيت قاسوا
لارجان سهل الدم جاي خارج بيه دلوس ولا عارف يقولوا ولي ولي ريح دمك تم الماتش هذه يا بعدنا تلمو تاني قلبي ذاك اشتمهم ضامنين وذاك قلت لسوانير واحد ضرب لي برانا كرعي نحس سطر بخني نخش لاني بيقريني باكستيون قلتلو تلمو تاني قلبي هذيك يا يعني تمنيت وشي هي الالقاب اللي درتها مع الوفاق يعني شامبيون ولا كوب عندي غير الكتر مع جافي انا ما عنديش راسونس انت اللي قال لي ماش اللي كنا نجري من الاطوار هذوك بتاتر ناولي نجي فيهم يجي نجري من الاطوار هذوك تاع يلعبوا الكوب الجزائري كلمه انا نلعب ما نحبش نفهم مره كي نربح شيء نقول ما هذه هي برك واحد يقول لي العيشي درت هذاك الماتش واحد يقول العيشي ماركت هذيك البيت انا ما شفت كنت ماركي برك ما على باليش نلعب البالو خلاص هاي جبنا لاكوب اللي تاع قطر ايام بعد انا داويت روحي وليت نلعب والمسيرة هذه درك بعد ما درت انت يا هذا الكاريير هذه مع الفريق انت وفاق ستيفي هل ترى ومراهم كش ما يتذكروك هكذا مرة على مرة كش ما فيك شما مناسبات هكذا يعني تكريم تقييم ولا على كل هذا راح نقول لك خطر الله خرباك عملول ولا ما نعرف كرموني يعني هذا اللي كرمني جوبيتير شابو يعني ثم كرموني البلدية تاع سطيف لي زوتوريتي هما عيطوا لي كنت مانيش رايح انا كيما نقولوا انا كنت مروح راه للدار ونسمع التليفون عيط عبد الحميد قال لي يا ما راح يكرموك شكون اللي راح يكرمني قال لي انا ما على باليش قلت له ما نجيش اي حاولني الواحد برك قال لي يا اخي تحضر برك بايا لو وجه خويا احسن منه قلت له راني جاي انا كما قلت تكرموني وكان في العام هذاك جابوا مارجير وجابوا واسمه هذاك سبيكر واسمه يوسف بن عدية يوسف بن عدية الله يذكره بالخير هو اللي يعلق انا بكل صراحه نقول لك لافيريتي ما ندركش انا عرضوني انا وسرار وعجاش هذو هم الثلاثه فين رشيد مخلوفي ثم انا نخرج فرون ما ندرك ما والو كي عيطوا سرار هذاك قلت له يا ربي انا مشيت نتصور مع سرار كيما جات يا اخي يوسف بن وعدية علق عليا عيط لي ما يعطوني التكريم تاعي وقف رشيد مخلوفي كان مع لي زوتوريتي قاعدين ابري من 30 ولا 35 كوم ما شافنيش ما جبتلوش القضية هذه ايه هاني جاي ايه يا جماعة هيا قلت لك هيا وقف مع لي زوتوريتي وقف وتصارى كبيرة وانا جيت الصالة الاخرى فقيت انا وحمار قلت له الحمار قلت له طفل بني قلت له حبه حلوه في التيرا قال لي ما كان حتى مشكل وهدي ذا قياس هاي وقف رشيد قاعد يستنى فيه من تولى لي وراني تولى واحد بقات واحد 15 متر هكذا شافني يزيد الفوق وعيط العياش يا ارواح
جيت ليه ويزير قال انت ماكش خاطي صحيبك مهدي هذا باسكو كنا كانوا في ليكيب ناسيونال ميليتيري طالع جبنا دورنا دخلنا في الليزاري نضلوا مع بعضنا هيا قلت لك عيط لي قاعد نقصر معاه يهضر معايا عملنا عملنا واش هذا اللحيه واش قلت له نقول لك حاجه من مختار اللحيه درتها من 75 واحد وما نقول له ما حبيتش دوحت له في وذنه ولا في فيه تحركت دوحت له ثم ما عنيت له ومشي مازال غايضاتك اش بيك هذيك في حياتي ذا حوالي اش بيك حرقوك ماشي حرقوني والولاد انت على بالهم فيا بلي نوصل بعيد نعم على بالهم بلي انا رحت لفرنسا وبرهنت في فرنسا لعبت مقابله في فرنسا عفا جيناني بريباريو لعبت مع رحت لفرنسا و 79 نشفع على روحي رحت لفرنسا اتور رحت صحيبي في فرنسا تما هو اللي قال لي هاي عندك شي كيف تما اللي رحت ل رحت لونس نونت لونس ايوا رحت ليهم ديجا عندهم دوز ايترونجي ما يقدروش يحكموا تشادا قالوا الاخرين دي ايترونجي هذوك تنيو عندهم ديزير كونترا هاي رحت واحد ليكيب اسمها نيلي مين ما كان لونترينر تاعهم هذا جيرار اوي يوم يعرفوه في العالم بيشريه كان حاكم ليكيب دو فرونس رحت ليه قلت له فوالا سو فاني بور فان نيسي افيك بوم من هذاك دنق ليا من الصباط للراس راح لبلاكار قال لي قداش دير قداش تشوسي قلت له 41 جبد لي صباط 41 قال لي غدا تجي تونطريني وبديت نعم مرة ومام طون جات سيير بي ثم دير تورني بريباراسيون ايا قلت للونطرنا قلت نعرضهم يجيو نديرو معاهم ماتش اميكال او كويس مازال حي دوك على بالو شافني ثم كذا كنت محبوب جاب سيير بي ثم لعب مية اللور وبلاصو لونترينور قعدت نبلاصو بعدو لعبني لي غوش دوزيام ميطون اي قلت والله وين تحطني غير تلقاني ما تكسرش راسك خشيت ديجا لي كبور ماركاو المربعة للسيار سانكيام بيت ماركيت انا تعرف شنوطين البيت تاعي هذيك مسحت الربعة تاع الكبور الكل شوف خشيت كانت واحد الكوفرون هكذا عند قوري منيه هزيت يدي هنا قلت هزها وانا في اللالين تاع لي كر تاع لاتوش قلت هزها شافني كي درت البدايه فهمها ويهزها وندي ماري انا نخرج راسي راس الكول تريبل ديتونت تريبل حكمت انا براسي كي حكمت انا بكراي هيا ثم صبحوا يعلقوا على البيت هذيك صالحيه ماركيان جوني بيت ومنا ومنا وسيار بيجاو ثم يتفرجوا فيا كيف نسلينو في لي زوتوغراف لي سيبورتير تاع فرنسا زعما نولي مين جيرار وي هذا او اللي كان تشفى عليه حكم ليفربول دار لاكوب تاع الانجليز انا ثاني جو سالي دو ما بارلا راه مازال حي اشتيني نعم الحراس اللي لعبوا معك الاخ العياشي حراس في لونطونت وين هم الحراس اللي لعبت معاهم لعبت مع كاكا ايوا مع فرشيشي مع شنيتي بوزيد عارف عثماني لعبت من عارف ماني شافيه عثماني ما لحقتش بيه بالك هذا هما اللي لعب معاهم ثلاثة واللاعبين نتوع الخارج اللي مثلا تصادفت معاهم ولعبت معاهم هكذا لاعبين تاع الخارج كش ما لاعبين تشفى عليهم هكذا
كانز أني قلت لك بسوسون كانز هذه في حياتي مثلا قلت فرنسا بعد سوسون ديزنيف يا غير هذاك في ليكيب ناسيونال تاع الجزائر موش تاع أنا الوقت اللي رحت فيه لفرنسا هذاك سوسون ديزنيف كان حي بومدين الله يرحمه سوسون ديزنيف بومدين توفى قبل اللي توفى في العام تاع سوسون ديزنيف كان حي ومات 78 شوف أنا بعد شي صرات له كومبلي مع فرنسا ها قال له دوك لي زازيميو ما يزيدوش يجيو ثما هنا منطقة في فرنسا شوف تلمو عجبتهم لي فرنسي بلك في بلك 77 والله اه 79 لا 79 بمدينة توفى ومات في 78 ومات في ديسمبر 78 79 ولا 79 هذاك ما كملتوش انا 79 شايفني من بعد في ماركيت البيت هذيك مع السي ار بي 5 ايام الغدوة جات تليفوت جاتني الاذاعه جاتني لا تلفزيون تاع تليفوت عقبوني في لافرونس كاملة قال لهم اللي جا غرون شوير انترناسيونال انفع القعدية ثم بعد كتبوا لي ديريجون قالوا الميم بوسيبل اني نسيت بعد جيب الجورنال مخبي عندي نعم مازالوا عندك ديزارتيكل هكذا مخبيهم هكذا صور عندي انا لا قلت لك انت الناس خايفكم مع بعضكم كده حسيني بريبار درتكم شويه قاط وشويه قاط مش خايب تديروا الدار معليش مش مشكله مكتوب يا ربي ان شاء الله هذا الحوار هذا نديروه في كتاب ان شاء الله في كتاب نخلدوك في التاريخ ان شاء الله قلت لك يا لبس كي بديت معهم على الاول هذه كيف من مطيشني واحد فيها سيرو ماركي انا لي فرونسي على بالك هاي طلعت هبت عيط واحد جون جونتي قرصان قلت له روح نشوف فيك روح نقصر معك شو بالو قاعد نقصر ما حللته ومن بعد دينا لي زونترينمون كي بدينا البريباراسيون كاين واحد لو فرونسي عنده الفيزيك كنا نديرو هكذا نخشو للسطاد نديرو ان تور هكذا للسطاد نخرجو من السطاد ونطلعو واحد الجبل ونجيو مع الدريل هاي كل خطر يدير هكذا ويجي يخرج لونترينور يطلع شكون يخرج الاول دوره يلقاني انا حبس المريصان فيزيكمون وعلى بالك ثم اللي زونترينور مع هذا جيراوي او اكثر من العريبي ثم اللي هو اللي قال لي روح نصور مع بعضنا اي عندي تصويره جبتها معايا هنا اي وين السنة اللي توقفت فيها في الكرة نتاع القدم الأخ العيش؟ كنت أفريق لا كنت أفريق كترفان من الكترفان مازلتش لعبت البالو ضد أنني جايك أني جايك نعم كارفا شي نوردين نعم هاي نلعبوا لا كنا رايحين بلاد كحلان هذا نلعبوا لا كوب دافريك لونتونت أنا جاي اللوكال وحدي هذا الكابا جاي اللوكال خاشيت اللوكال خشيت اللوكال لقيتهم واقفين مني هوك لي جوار جديد نعم واش شنيتي افضل ليكيب تاع قطر دا المعروفة خشيت انايا تكلم المرهوم قريش قال المختار عليبي والعليبي مني واقف قال المختار عليبي قال له كون يروح العياش احنا ما نروحوش انا قعدت مستغرب ما كانوا ما بيني بينهم غير خير ما لقيت ما نقول هزيت كابتي بقيت خارج العليبي ما راحش نعب دبالة ما نعرف ما لباليش ما راحش نعب بدي اعطاهم صباح لقيت احنا والعليبي لا بوتينيور
جيت عقب عليك تصبح خير المختار قال لي بيشي اسيتوا فرون الكافي هذاكما قلت لي اسطنبي وما جيتش نتملك في حاجه اخرى فهمت. ما تما كانت هذه هي المقابله اللي خلاتك توقف هذه بعد ابنا معنا بعد كرمالي الله يرحمه مع سماح ما بيناتنا ما راح توفى الله يرحمه لا لا ابنا لكم دفريك اللي انا في سطيف يعني ربراسو ما ولا بالك نعد دولة رحت ثم في دولة ماركتين واحد مقدر ماركت بيت وانا ماركت بيت تنك تاكده جيت كرمالي يصوتي على بالك بيت بزوج ولا سفرها من فرشو ولا ما نعرف هذا الحصول اي لعبت رمبلاسون اي قلت انا لعبت دوز جميطة يدخلني بان ستابيليزي الدعوة في نص تيران وذاك احبش يدخلني استاذ كل عيط عليا بان ندخل داخل عيشي تيمينينا ما لعبت شو خلاص هذه هي على حسب واش راني فهمت من خلال الكلام تاعك كانك مجروح كانك شنو حسيت بحاجه نعم حاجه ما كاينش حتى واحد سينو الدين حبوا يخشوا لي في لافي بريفي تاعي ما يقدروش يخشوا فيها حب سراري نحي للمصالح العياشي ما يموش شرع العياشي في الجزائر والله عبد الحميد ان شاء الله احنا ان شاء الله احنا قلت لك نزيدوا نوثقوه نديروا في كتاب ان شاء الله راني نحضر في كتاب ان شاء الله ان شاء الله الحوار هذا يخرج في كتاب ان شاء الله نقول لك شنو الدين نعم انا البول هذا ما حدش فيه ماني تعني الزافير نيجي نلعب البول برك ما نحوش على واحد حتى واحد نخرج من التينا عندي صحابي راه معلي سيبورتر القصر على برا عن ميتاني نعم العلاقة نتاعك مع اللاعبين القدامى ما زالت موجودة يعني لاعبين القدامى جابت روحي مرة أنا على الاكستريم فاني أغني وني ما نقدمش ليهم باسكو جرحوني أنا خاطيهم حاطني أنا فايو أكثر من ياسين الدين نعم وهما سيريو أنا ما قص حتى واحد أنا كي خص التيران من أبخر منهم ما يقدروا ليش أنا نقول ساعة سنة الدين مني شراني خاطيهم أنا كنت مدود على البالو بارك نحوس على البالو بارك ما نحوس ندير لي صافير ما نسيت شوف روح للوالي نقولوا نقولوا أعطيني ما لي لا أنني في سطيف لعبت قلب ورب مع لونطونت هذي وما خطيتهاش جاوني دي بروبوزيسيون افيك دي غرون كلوب الفريزة تاع صوار قلت لهم خمم بكم خبر ما وليتش قعدت مي في على سطيف على لي كولور فاهم يا سي نور الدين نعم برو وش هما ما على باليش ما على باليش انا ماني فاهم فيها والو على راهم عقابي كانوا عقابي الاهداف المليحه نتاعك وش هي اللي تذكرها؟ الهدف لي بوت الملاح اللي درت اسمع بيا نعم العالم بيش الهدف نقول لك ماركيت يهضروا على البيت اللي ماركيت على الوشان وشان ها سيتيرو بالسونتر كان تيران شي مغرق تاع النهدي وشان اي جيت هكذا قلبتها انا وفورس هكذاك راحت خلوه بالبالو لداخل هذيك قاعد في الذاكره تاع الشعب مسجله ولا ماشي مسجله؟ ماشي بيت دخلت هو مسجله خلوه هو بالبيت اللي داخله لا 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 مش الهدف تسمى لاكسيون هذه هي راها اونريجستري ولا لا لا تسمى مسجلها في كاش فيديو هكذا ولا تلفزيون ولا ذاك كانوا تعرف شكون غادي سيبورتير يشوفوا فيها وعندك انت الارشيف ولا ما عندكش كاين بعض الاشياء اللي عندي لفوتو. ارشيف عندك لي فوتو كوسيم
كان بريزيدون وانا وكرمالي وعبد الحميد تاعنا ثورنا اللي كانت اتا لي فوتو عندك لي فوتو برك في الجورنال لا 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 الارشيف الارشيف نتاعك تسمى انت كنت تلعب مقابلات كثيره كاين مقابلات اللي راه مسجله في التلفزه ما على باليش اكيد تركينا واحد لعبنا مع الدياسي تاع كاتربع كاين مقابلات اللي راه تكون مسجله بالاضافه للصور دمي فينال دمي فينال هذيك مع ما اسمه مع الدياسي ما الدياسي وقيل مسجله في غاليزي تاعنا هذا هذا ما التلفزيون هذا ما وقيل هذا ما كان ما كان المهم الإخوة والأخوات اللي راكم تسمعوا فينا على الإذاعة راهو معنا الأخ صالح العياشي عرضناه اليوم على جال باش نديروا معه حوار باش نستذكروا معه بعض المحطات بيودي هو أنه إذا كان ممكن تحبوا تشاركوا معنا بإمكانكم هو أنه تتصلوا بي عن طريق السكايب راديو وطني على جال باش تحيوا معنا الأخ العياشي راني في انتظاركم إذا كان فيه إخوة شنورتينا. أنا أم الأخ العيش لا نار جيبولي تاعي نعم يقولوا درت جيبولي تاعي أنا واش بيني وبين سرارني يجلي كيب تيب يدي على الجزائر ويخلي لي رومبلاسون تصفي هذه انا نهضر بكل صراحه وما قستو ما درتلو ما والو خاصيت الجيبيلي تاعي ضربت عيني وراي ليكيب او دا على الجزائر الجيبيلي اللي داروا لك في التسعينات داروا 95 95 نعم جو فيه لاعبين من المولوديه جو لاعبين من العاصمة الجيبيلي تاعي نستخر خير واسمو والي عبد القادر كان والي لهنا راه لي عبد الحميد قالو على عياشي قالو كارت بلونش يدير الجيبيلي تاعو حتى ربي لا راهو يسمع فيا نسول عليه ولا ما نعم مهم التحق بنا الآن الأخ عيسى من كندا في انتظاره أن ربما يزيدوا يلتحقوا بنا إخوة آخرين على جل باش يحيوا معنا الخونا صالح العياشي الأخ عيسى من كندا مرحبا بك عيسى ألو عيسى وعليكم السلام ورحمة الله الأخ عيسى راه معنا الأخ صالح العياشي اللي كان واحد من اللاعبين البارزين في الوفاق نتاع ستيف إذا كان ممكن هو أنه توجه له أسئلة أو ربما تدير مداخلة ولا تعليق حول وش اللي كنت تسمع فيه وإن السلام عليكم الأخوة الحاضرين عمي العياشي أهلا وسهلا بك مرحبا بك مرحبا بك عندي خاصة أننا نتكلم على نفسي وعلى راديو وطني لنا كل الشرف العظيم أن نتحاور معك في هذا في هذه الأمسية اللي رانا محتاجينها بزاف 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 لك عندي مشكلة إن شاء الله أنا عندي سؤالين يعني بالنسبة لمشوارك الفني إحنا أنا مواليد 67 يعني كي كنت تلعب بالو وأنا ما زلت عندي 6 سنين ولا 7 سنين لا بارك في 75 كانت عندي 8 سنين لكن كانت عندنا ذكريات مليحة ما نشفوش على الأسامي كل ولا صح نذكروا في 75 واش درتوا الظاهرة كنت معاه كما كنت تقول كنت تلعب مع بطروني أنا في 75 هذيك الذكريات مع أنه كان الحظ ما كانش مع الفريق الوطني ما نعرفوش يعني حظ يعني أنا نشوفها كانوا الحكام ضد اللاعبين كانت المقابلات اللي يعني صح على الفريق الوطني الحكام ديما ضد الفريق الجزائري ما نعرف تقول هذا يكرهونا ولا ما فهمتش الناس كانت تلعب بالو
تلعب كرة مليحة ولكن الحظ ما كانش. ما كانش الحظ معنا، ما كانش عنا دي جرون جوار وذاك، ما نعرف مع الناس حظ جنسي بار. أنا كما نقولوا حنا نعطنا الجزائر لافريك لي زافريكان صاف جوو بانو صح. هذه المقابلات اللي صارت في السبعينات ومن بعد تحولت في الثمانينات الى نجاحات، مع انه انا سؤالي راح تجي على واحنايا الجزائر. انا على حسب ذكرياتي وانا من ثم يعني ما نتبعتش الفريق الوطني صراحه، يعني انا وقعنا الاحباط مع التسعينات وك على بالك بالجزائر. صح صح، لانه اخر ولا اول واخر مره بدات فيها الجزائر كاس افريقيا في التسعين، وداتوا بلاعبين لوكال، يعني اغلبيه اللاعبين اللي شاركوا ذاك الوقت كانوا لوكال من داخل الجزائر، يعني وطني كما نقولوا، ماهمش ديزيميغرون كما رانا نشوفوا. عندنا بيبينير لهنا ما يلحقونا لا فرنسا لا والو. انا ادبلها من كلمه، انا لعبت في فرنسا، لقيت سهوليه مره مع لي فرنسا ما يعرفوش يلعبوا البالو، انا عندي فيزيك وعندي لا تكنيك، ما قدروليش هما يلعبوا لو جو ديريكت. ليه راهم تلقى لي جوار اترونجي يجيو في فرنسا، يجيو في ليفربول، يجيو في هذاك، هما اللي مشيو في ليكيب باسكو ما يعرفوش يلعبوا البالو، يلعبوا لو جو ديريكت. من الجهه طيشه صاحبو ما حبش يفهم، عندهم الفيزيك انا اللي معاهم في الفيزيك، بصح لا تكنيك ما كاش. ميسي اللي راهم داير حاله ما لقاش اللي يطيح معاه يعرف الفيس تاعو باه يحكمو. ميسي ولا مارادونا ولا انا 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 اعدو بالله من كلمة، انا كون ما على باليش انا كون طلقوني كون ماشي مارادونا غمو. انا على بالي في روحي كيفاش كنت نونطريني على 5 تاع الصباح، خرجت 12 الوحده ساعتين نطلع الجبال وحدي، روح وحدي غير ربي وانا يشوف فيا. بان كيما نقولوا خاطر ماشي ميتي، هذاك هو ميتي تاعي، ما عنديش حاجه اخرى. بار جالوزي نحاوني كوبوا لي سكروا لي العين تاع الماء باه نشرب الماء، ورزمو ربي يمد فيه الماء هذا. سبحان هذه الأخرية تاع العيش. السؤال تاعي أنا في الحقيقة تاع أنتوما كنت تحكي قبيل كنت تقول نلعبوا، أنا نلعب من 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 جهة الشعب، من جهة أني نفرح الشعب، من جهة أني نحب الفريق تاعي، الألوان تاع الفريق تاعي، وبالطبع راك تحب الفريق الوطني ثاني. اسما كنتوا أنتوما تلعبوا بإرادة إذا صح التعبير، ولكن يوافقني فيها الأخ نور الدين، بطريقة يعني وطنية، يعني نسموه احنا شهادة تاع البالو، راك فاهمني؟ مناضلين تاع البالو. أنا والله 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 لا زيدكم نهضر على العالم بيجريه، غير طيشت كرونا هذا في تبرنا، والله غاتيريو عليا، والله يا صفارة يا رصاصة لي عقبت على وذني، مانيش نعت نقول لهم أعطيني كارطة، ما نقول لهم أعطيني كارطة لا والو، أنا وطني جزائري في الدم، نموت عليها الجزائر. الله يبارك لنا في عمرك يا عم العياش. عايش. وقلت أنا نقول أنا درت هذاك، ضربت واحد درت فرنسا، درت كلش. يوم يجروا عقابون هارب هذا اللي بتضربه. أنا قلت لك أنا كنقول لك والله 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 طيشت جرناطة جاوني زوج في الليقة وأنا كنت صغير، قال لي روح ابني ها أرواح، قال لي هاك دي كوبي هاك دي لا روح ها وراح تبرنا هذيك راح طيشت، روح طيشت أنا ما على بالي طردت طول ما طردت هارب. في ستيف والله في ستيف والله أنا نجري تيروا عليها عقبت على ودني صبر أنا مليح عمري مازال طويل. في ستيف هذه والله انا عميه في صيف في وقت ثورة في وقت ثورة قريب قول قريب كانت في عمري يا ربي 12 سنة ولا ما نعرف 11 سنة ولا ما نعرف
والله غير جاوني ما كنت كاميكاز من الاول والله غير بارتو هاي ما قدروا ليش لا قلت يديروا لي في الكومبلوهات والعياشه ما فاش لا من فاش بس انا كنت اسمح لي الاخ العياشي انا كنت ساعه ساعه نجي نتفرج لونطونت وكنت ساعه ساعه وتدمغ شويه دمغت واحد برك والله واحد والله ما دمغت غير رحت لي خوفته برك شكون زنير ولا يا زنير انا كسرت خنفته الله كسر وخلفته بشكل قلع عليها ندمت لي هكذا وانا جيت نطيش البالو من لورا راسي من لورا جيت ضربون حق روطار خبطت في راسي يا اخي خرجت من هنا يقدروا له هنا يا وسمو بلاطة انا نقول لك حياتي تلعب البالو جامي طحت وقلت اح حتى نقطعوا لي الطوندون داشي صافي ندير كوات طوندون احنا اسمع احنا كنا كي كنا صغار كنا انا قلت لك كنت من الناس المضربين على لونطونت كنا كي يكون هكذا ماتش سخون والله لازم العياشي العياشي لازم يدخل ثم تاع دبسها ثم كي يدخل العياشي استاد خلاص ما خلاص الماتش راه مضمون ثم نقول لك حاجه الشعب السبورتير جاوي نصانيهم الكل كل ما يشوفوش العياشي في التيران ما يعجب لهم صحيح كل ما نلعبش يتحير وكل كيما تاع المولوديه يا حبوب بن شيخ ايه مسيخ وراه يا والله راني قلت لك بالشيخ راني مستعرف به ستا بون جوار عليلو سي با بون جوار كي كرافاش 80 مينوت يحكمها يطلع 18 من 18 تاع لادفيرسير لل 18 تاع باه تجيب البالو سي با فاسيلة ونحييه ان شاء الله كشما نهار ان شاء الله نجيبوه ان شاء الله يعني قلت لك مش بيش منادر مش نادر لك من بعد مرض 10 سنين أنا في الدار مريض لا ليكيب ناسيونال لا لونطونت يقولوا روح نشوفوا هذاك الحالة تاعك راه أنا ما نعاوش مانيش نشكي لهم ولا نبكي لهم أنا بكيت لربي والحمد لله الحمد لله بصحنا كيما ترى لينا ترى لواحد اخر وزيد الحاجه نعم تفضل الاخ علاش راه جات لوكازيون هاد لوكازيون هذاك حبست البالو جات بريكه هذي اه جاو لعبد الحميد قالوا له الواحد دير ناطرنا دير نايكيب هذاك عبد الحميد قال لهم انا مانيش قادر عندي حوايج ومن هذاك قال لهم ما هو العيش رحت هيا جاو لي ديريزون تفاهمنا مع بعضنا طاحت 400,000 في الشهر ايه قلت لهم معليش يا غدوان بيت نونطريني فيهم بيت نونطريني بيت نونطريني كانت مسخير صار لنا درس في بيان وذاك من بعد جاوني أمريكا قالوا لي الشيخ عايز جيب لنا لونطونت ديروا ماتش مع مامي كارل نص ليكيب تاع لونطون نديرو كومبلو على المختار العليبي وانا رحت المختار العليبي قلت له ما عرضوكم اصلا من عظم غير شوف غير جا الجيش اللي بقاكم جابو جاني وانا ما بيني وبينهم غير الخير اللي جوا اللي ما جاوش ما قلت حتى واحد جنسي بقى ما فهمت يا حوال بجيت لك حاجة أخرى نعم جبت ابني ماشي قاعد بني ولا واحد أخر أنا نروح مع الحق نعم
قلت لهم حكمت جامعة، خرجنا من الجامعة يا أبو مرشبوني شاهد وشاهد علي وربي شاهد. تلاقيت مع سرام قلت له الطفل قال لي بدي هكذا للزوجة سكر لي بواني هكذا، قال لي كيما انت والله. قلت له خير من خير مني انا وحديث قياس. تقصد على ابنك على جلبش يلعب في كرة القدم؟ كنت انا حبيت والله ما يوقف معاه واحدة نحرق انا. كنت حبيت باش نسقسيك، عندك وليدات كيلعبوا في الوفاق ولا لا؟ لا ما كانش عندي، عندي ولد خويا حرقوه ملي كان بنجامي طاش طلع اسفور ثم حبسوا كلش. تسمى كانه تحت الحميد كيف كيف. وديت خويا وابني هذا انا اللي بريباريتو شر ونعقبو رمضان هذاك شوف جبتو انا 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 كشتي كدير له في ندير له في في ليزونطينمون انا غرت منه خاو بني. على بالي بلي كي دير كشت تيعبسها خير مني. تكنيك بالو فيزيك سما ارض بحري كيما يحبوا. يتكلم تكلم هذه صرار الاولى انا نهضر يحبوا يسمعوها مليح. زرقان كيف كيف ديتو واش قال لي؟ قال لي انتو هي كيف منا ولا منا؟ لا كنت تديري كيف منا. قلت له بيوت لونطونت يلعب وبعد يديرها ربي طريق. زدت شكون له؟ عجاز سيد هذا كل بني فيليون جينيور كنت انا اللي هز العجاز. أنا نقول لك اشنو ندير؟ انا غايدني الحال بزاف بزاف. درت شي طروطار ذاك كبر بصح ما حبيتش ندير عليه بالبلا. شحال في شحال في عمره؟ نعم شحال في عمره؟ هذا خلاص خلاص كي كان في عمر الوقت اللي كان بيحكموه عطاوه الحس. علاه تسمى يقدر يلعب علاش؟ هذاك خلاص الحق بنت ما بغاوش ما بغاوش انا كي جيت وديت صغير مره. والله العظيم والله لا زيد عليكم كلمه ويسمعني العالم بيشريه غير جبت بني بالنيه ما جبتوش سوارد والله ذاك. ما جبتوش سوارد. سوارد يجوا وراه هما اللي يتبعوه ماشي ماشي هو اللي يقول ما عطيوني. سما واش 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 فهمت من خلال الكلام تاعك ومن خلال الحوار اللي درناه المره اللي فاتت مع الاخ صالحي عبد الحميد كانه فيه ناس متضايقين من كلمه صالحي كانه يعني ما الله فيك ما كلمة قدروش يلحقوا الدرجه تاع العياسي ولا عبد الحميد. باسكو عبد الحميد قلبه ربي لعب وانا جد لقاني اكثر منه. هذه هي ما 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 قسنا واحد ما ما انا واحد من الناس جامي جامي لا بيو تحوشت والله دمونديت حاجه والله. نلعب نشتي البالو برك خاطر كانت واحد لاكسيون في تيزي وزو نلعب وكان سنيتي هو غاردين بيت. هذه بالنسبه لهم انا شوف خز لادفيرسير واحد للجول رايح لسنيتي انا خرجت ورا سنيتي خرجت البالو من الجيلي قلت انت منين؟ قلت له نحوس انا بنين صحيبوها من اغاني البالو البالو بنين عيطوا. وهاي نزيد نوليك البركة حتى عيسى راهو لهنا ومعنا هو من بركة والله. عيسى اللي راهو يكلم فيك راهو معنا من بركة بصح هو في كندا. انا بالهم انا حكمتها او في كندا او في كندا هو ملا ملا وش وش ما حكمت احد العام ثم كتر فانسيت هدير ايوه في 86 87 حق الله قدرت وش المدة وش المدة حكمت باريكا وش المدة اللي دربت فيها باريكا هاو قال لك 86 87 86 87 حتى وما شفاش انا ما عشت في باريكا يعني بس كيما نقولوا عندي لا فامي في باريكا بصح النيف النيف عبد الحميد قال لهم قال لهم عبد الحميد ولا عياشي انا زوار 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 كي معايا في التيران يقعد يلعب كنا نروح للاربيطر يزيد ويخرج طاشني يخرج
لعبوا سكر فمك. نعم الأخ العياشي الأخ العياشي معنا الأخ تونسي راهو في فرنسا. الأخ تونسي مرحبا بك. الأخ تونسي راهو معنا خونا صالح العياشي. إذا كان ممكن دير تعليق ولا توجه له سؤال ولا تفضل. الأخ تونسي مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. هذا خويا العياشي. واش راك خويا تونسي لاباس؟ واش راك شويه لاباس؟ والله نعم الحمد لله ربي. انتم راكم لاباس في فرنسا؟ اسمع طلعت لنا القبر اليوم. الله 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 يهنيك. نورت الله يبارك. الله يهنيك. انت نورت الاذاعه الوطنيه وهذه الاذاعه تاع الشرفاء. ما شاء الله. انا شريف من بكري. هذا نعرف اسمع نعرفك من بكري ونعرفك بلي اركز العادي. الله يبقي عليك. كما نقولوا ما نظفروش اللحيه تحت التراب. انا ما غطيو كما قلبهم دي ما غط ما غط ما غطيو السمج بالغربال. ما غطيو السمج بالغربال. انا مانيش تاع تاع غطيه والله يجريني واحد هذاك. ربي يعافيك ان شاء الله. احنا نتشرفوا بك ان شاء الله بزاف بزاف وكرمتنا اليوم كي جيتنا ضيف. ان شاء الله ربي يحفظك ونعرفوك حتى اهل سطيف يعرفوك من بكري بلي انسان راجل وانسان بحال. وسمنا محبوب عند الناس كل. انا نقول حاجه فريده. لكن كسمه قست واحد يجي لي يقول لي نقول له سامحني. شوف العياش ان شاء الله نعرفوا قاعد عايش صالحي. فهمت عائل صالحي منهم العياش هو الاول اللي دخل لونطون دخل في باطو على العياش هو الاول الكبير وبعد جا عبد الحميد. عبد الحميد هو الاول. العياشي قل من عبد الحميد. توش بك هذا حميد. قلت لك عبد الحميد يعني هو اللي مد المثل اسمه وعطاو له الفير بلاي تاع احسن لاعب في العالم. نعم. والعياشي هو تابع لعبد الحميد اسمه خوه. نعم. كيما نقولوا فوله وتقسمت على زوج يعني هو معروف يعني العياشي معروف باللعب تاعو. كان صح كيما قال لك لو ديابل تاع البالو يعني صح يعني خير من نقول لك خير من مارادونا. اسمع تحوس على فيديوهاتك يا اخي. اسمع تتوه كبير يعيطوا لي لو ديابل لونطونت ويعيطوا لي لو بومون لونطونت. الله يبارك. انا نسمع عليه كنا هكذاك في لي زاني 79 ولا 4 كيما لعبوا. وراه عنده السفل ما يحبسش ما يتعبش. راه نزيدك شوف نشوف كنت في ليكيب ناسيونال كان رومان هو اللي حاكمنا والله روماني اونترينور. ما كان يقولوا له با يسمعوني في الجزائر وكل. يجي من الجزائر على جالي للشمران هو الراقد في الدار ينورني يقول له ويلي صالحي خش كي عصك عصكري ويلي صالحي ويلي صالحي ينورني عليك يقول لي قطع هيا يديني الصطاد ويضرب لي في صدري تون الشعب يقول لهم صالحي صالحي صالحي. راحت ليكيب ناسيونال تاع كي كان مارادونا جينيور كان عثماني هو الكابيتان تاع ليكيب ناسيونال جينيور لعبوا مع الارجنتين ثم هذاك ماكري هذاك اللي كان حكمنا نحاول تاوعنا ولا لبلادو جا العثماني جاب له بطاقات قلت له هذا نهضر فيك نهضر يعني نهضر معكم فيه قدو قدو قال له انت صالحي قول له تي لو ميور ميليو دي موند او ترونجيان انا الغرب ضرب حمد بزاف ضرب 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 وانا ما على باليش باليوم يضربوا فيا انا غراني نجري قبل بالو هذاك وذاك هو ضرب ورايا فاهم المعنى كما نقول كنت اسمع العياشية. نعم. قلت كلمة مليحة بزاف وقليل اللي قالها. قلت انا كنت نلعب ونلعبوا باش نفرحوا الشعب. هذه هي باش الشعب يفرح وهذه هي اسم الدافع اللي خلاك ولا الوازع اللي خلاك باش تلعب باش تفرح الشعب. باش تفرح الشعب. باش طمع في حتى واحد. والريح والريح دائما قاعد مع الشعب. نخلص الماتش تاعي منا قاعد مع الشعب منا. لا بروف تاع محبوب يعني كما نقولوا عايفوارا لانكار الشيمين وطنجة. ايوه غارما خليته في الشيفه. غارما خليته في الشيفه. ربي يحفظك ان شاء الله وربي يسترك وان شاء الله. احنا كيما نقولوا كيما قال لك الاخر قال لك كون عندي ثلاثه نجيب لكم دي موند. والله العظيم نتمناو نجيو غير قالها فهمت نتمناو ان شاء الله غير كون يجيو ثلاثه منكم انتم برك.
ما خلوش لي كلام من 100 مليون دو توليطو تقبلوا ولا تكرهوا. انت العياشي انت كنت مع ليكيب ناسيونال. انا لا ليكيب ناسيونال كنت بورت ما خرجت باروتي بورت عندي بلاصتي ما نفس غروب بورت جيم كاركتير واش تحب تهدي كاركتير تاعي دخلوا في كاركتير تاعك والله عندي 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 كرامة عطيها لي ربي ماشي تلقى السبة تاع البالو تحرقني عندي كاركتير. ايه هو العياشي معروف الله يبارك بالقيمة تاعو والرجولية تاعو يعني مو حتى عندي شرف معروف بالرجولية تاعو ربي عاطيني كرامة عاطيني شرف روح نرخص بها هاك فاهميني ولا؟ نعم. قلت لك امثالك العياشي امثالك اللي يكونوا الفريق الوطني تاع الكاتر فاندو. بارك الله فيك. انتوما اللي ربيتوهم. منهم الجماعه اللي طلعوا وكل منهم سميه لي عثماني منهم الجماعه اللي يلعبوا في الكاتر فاندو. عثماني فرقاني جاو يهضروا معاك قال له تاو المير قال لهم حبسوا قال لهم العياشي مير فاخر مني انا نقولها له ذاك في اللي في الله راديو وطني تاو يستعرف يستعرف فرقاني من الناس ثاني اللي تكونوا رجال ثاني سن راجل سن راجل وحل وعاقل ومتربي متربي وماني شوف ماني حاكم حقد على حتى واحد ومسامحهم الكل هذه شيء هذه كرامة الرجال الحمد لله بالرجال الحمد لله ما نقدي الله غالب الله غالب من لومهمش الله غالب من لومهمش النفس نفس نفس النفس الوطن الحب تاع البلاد الحب تاع الشعب راه يعطيك الصحه دوك ارحم والديك ما يموتوش غير يموتوا صحيح العريبي واحد العريبي راه مخلوف كرماني قعد صح انا بني 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 انا كيما نقولوا البيلي لونوت يعيطوا لي العياشي عندي طفل فريد طفل فريد تلمو نيف او يخدم في اللازون عندي جيران من الطايش يخدم في الليل من صباح من 6 ل 6 تاع الصباح وقلت له اخدم مقدا شاقي ولا محتاج انا 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 ماني نبكي ماني نشكي ماني نقولهم حب الحمد لله حبيت حاجه بريده لا ريكونيسونس تاع العياشي هذي ما تقدروش تمدوها لي ما تقدروش تقدروش يعطيها لي غير ربي باسكو نهار مرض حل شفت انا مطايش احنا على هذا الاساس الاخ العياشي اللي عيطنا لك انا قلت لك واحد من الناس اللي كنت هو انه نتنقل من برج الغدير لونطونت على جال باش نستضيف على جال باش نجي نتفرج لك برك الله يبارك عليك شنو هذه نعطيك حاجه نعم معلومه وصلت للدرجه بين سوسيدي روحي نكتر روحي وصلت نروح ما عندي حتى بين شريكار ماشي انا يعني نشكي ولا نبكي لهم انا عندي لافيتي تاعي نعم نعم تسمى مع انت باللي لما كنت تصنع في الافراح نتاع الوفاق وكانت الجماهير هذيك الطوموبيل جات الطوموبيل تحضر خلاص من بعد نهار تسمى شغل كبرت شويه هكذا خرجت من الوفاق صاي خلاص شوف اسي نور الدين 10 سنين عيني محلولين ما ربيتش كان ربي قلبي كبير ومليح 10 سنين عيني محلولين 10 سنين حشاك وحشاك درهم روح لي فيسين نحبي معقود وباش ارتحت بقوة ربي قاعد نلعب تخاف يا ربي ربي حفظك ربي صدرك نخرج غير من الليل الليل والحمد لله ولا العياشي تاع بكري ومي خموس تخميمه اللي راهم دايرين في ريسان ملاه في سطيف ملي العياشي فيه وفيه في حوايج انا كنت اتصلت بالاخ تونسي في وقت سابق وبعث لي واحد المقطع هكذا قلت له على جال باش نديرو مع حوار انا راني شفت فيه خير كبير
وحبينا على جل باش هو انه نعطيو لك هذه الفرصه على جل باش تتكلم. خير ماشي فرصه والله او نقول لك شنو الدين. نعم ما على باليش انا كما نقولوا الملكة تاعكم جاوني خفاف ما بنتيش. ربي يحفظك. او نحبوك دعيش نحبوك. انا على بالي يا خي اسمع يا خي انا ما درت معاك دي رونديفو مور تحبوني. ربي يبارك فيك. صحيح انتيريوري كنت خارجي كنت فيه هذا يجبد ولا يجبد من القلوب. شوف القلوب كي تكون على بعضها. انا خي اتصلت بك مباشره قلت لي ما فيش مشكله انت حتى مشكل رغم انه عمري اللي تلاقيت انا وياك يعني هكذا ولا قصرنا ولا مباشره. مرحبا بك. الله يبارك فيك. في الدار روحه ربي يعيشك. روحه مرحبا. اسمع دورتينا العياشي كريم ومو كريمه وخاوته تاع كرم والله نعرفهم من بكري. على بالك راهو مسكين صخيبنا راه صخيب نور الدين راهو جاي والو للدار راهو تدك الطار والقهوه وجه العاش مع نور الدين. سلام يعني لا حرام عليكم يعني خسرتوني درت لكم العشاء ولا صخيب قلت لي راديو ما فهمتها والو انا. هاك نرني في فرنسا الاخ العياشي. سما انت كنت في بالك باش نجيو لك للدار ان شاء الله. روح سيدي مرحبا بك. ان شاء الله انت اللي مرحبا بك. الا جيت لفرنسا روح علينا نحوس بك شويه وندور بك شويه. نعم طيشت الباسبور قلقوك كتب الغدر وسكر ثاني. اسمع ان شاء الله الا كتب ربي ان شاء الله ولقينا الرجال ان شاء الله ندير لك مفاجأة. مازال الخير في الرجال. فهمت ان شاء الله ندير لك مفاجأة. اخدم الباسبور تاعك مازال الخير. اسمع خير وجد الباسبور تاعك. اسمع وجد الباسبور تاعك وحطه اكوتي. فهمت وجد الباسبور تاعك وحطه اكوتي ان شاء الله ندير لك مفاجأة ان شاء الله. ان شاء الله الله يبارك فيك عايش. ربي يبارك فيك. ربي يعيش. اي حاجة لعبة الدنيا هذه شتا مات وربط يصفر لها ما كان والو كيما نقولوا الو. نعم اسمع فيا. نعم اصبر شوية الاخ العياشي وزاد راني دوك في عمري 65 سنة. الله يبارك بارك فيك عايشك. جبت 12 و 13 سنة هملت ما نعرفوش ما نخرجش من الدار وانا نريح. هذا وين الحمد لله تحلوا عيني وخرجت باذن الله خرجت الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله والحمد لله. ربي يبارك فيك الاخ العياشي. وزاد التحق بنا واحد من الاخوه من كندا باش تعرف بلي راهم الاخوه راهم يسمعوا فيك وراهم يتبعوا فيك من عده دول. الاخ عبد القادر من كندا مرحبا بك. الله يعزك خويا نور الدين. السلام عليكم ونحيي العياشي تحيه من كندا نبعثوها لك ونزفوها لك ان شاء الله وان شاء الله تكون بخير وعلى خير وكل العائله ان شاء الله ومازلت صغير مازلت البركه 65 سنه راك تعذر على 65 سنه. انا الشيخ راه 83 سنه ومازال يتبع في بارو. الله يبارك. ايه دونك غير والله غير واش السببات يعني راك مجروح وكثير من الشرفاء في البلاد في كل المجالات مجروحين يعني مجروحين جرحوا يعني كيفاش تفسر سي العياشي هذا الاهمال هذه من طرف السلطات يعني علاش يهملوا علاش يحقروا هذه الحقره هذه. هذا هو يعني حاجه يعني نتاسفوا لها يعني كيفاش الانسان هنا كيفاش تشوف هنا كيفاش يحوسوا على هذا العباقره في كل المجالات في مجال الفن في مجال الرياضه في مجال يحوسوا عليهم بالشمعة ويجيبوهم من برا ويخلصوا عليهم دراهم ويخلصوا عليهم دي بروغرام باش يطلعوهم وحنا عندنا كلش ويهملوا هذا الشارع علاش هذا الحبر. انا واش نقولوا ان ربي يهديهم ويهدينا هذا المكان بلادنا فيها الخير كون يعرفوا قيمة الخير هذه وكون نشتي ولادنا كشو واحد ما يشتيش بنو كشو واحد ما عندوش كيما نقولوا الكبدة تاع بنو. أنا جيت بكيني أنا بكيني وأنت تروح تفرح ولادك أنا كيف
وربي هذا الرزق هذا أو الدرجات. أنا راني نقول الحمد لله بسيط، كاني تحتي ما أكثر مني وكان لي فوقي، لا راح نطعن السنة اللي فوقي يا ربي أطلع. أنا ما نقدرش نحيلو، أنا خلاني صغاري نقولوا أنا الحمد لله. ما كانش واحد يقول لك أنا يا كما نقولوا ثاني تبكي لي بني وأنت ابنك تخليه يقصر ويزهق ويلعب وتعطيه صور تصير طوموبيل ومنه ومنه، وانا نريح منيح. انا كيف كيف وكل عنا هذاك، واني وطني، اني لعبت في ليكيب ناسيونال، اني طايش كروناد دافيد برنا، ما كنت حتى واحد انا راني درت هذاك. هاي جات لوكازيون نهضر يسمعني العالم بيشري، خدمت على بلادي، انا نحب بلادي، يحبوا يجوا يقتلوني مرحبا بهم. انا ما قيس حتى واحد، حبيت حقي برك. لا واحد يجي مني يدي 3 4 ابارتمون او راح نعدو هذاك يجي يشوفوني، يشوف بنتي وراها تسكن مزوجه، انا ما نبكيت لهمش. وجاي لهنا بكاس ما وطر خبز قلت له ديمتها ليتي ورا داك الشيء اللي سونتيال دار وكوزينه ان شاء الله ويستحمها تعجبهم نخليها لهم ان شاء الله. باش نعاود مانيش نبكي ولا نشكي ولا نعم. أنت أنا ورايتي سطيف، هذه هي إن شاء الله. الإخوة اللي راهم في سطيف، الناس اللي راهم يتبعوا فينا وعندهم علاقة بالموضوع هذا نتاع الرياضة، واللي راهم أيضا راهم من المسؤولين اللي راهم موجودين في سطيف، ماذا بهم على جال باش ينظروا للخونا صالح العياشي. هو راه واحد من الشخصيات الرياضية، الواحد من الناس اللي صنعوا الأفراح في سطيف، ومش من المنطق ومش من المعقول هو انه يعني واحد مثل هذا الاطار يعني يتهمش بهذه الطريقه ويتحقر بهذه الطريقه. كلنا يذكر صالح العياشي لما كان على ديدانه في الميدان، كلنا يذكر الافراح اللي صنعها صالح العياشي في وفاق سطيف. بالتالي على كل الشرفاء اللي راهم يسمعوا فينا في الوفاق نتاع سطيف على جل، ومن غير يعني الوفاق نتاع سطيف، الناس اللي راهم يعني كانوا، انا على بالي باللي راهم كاينين اللي كانوا يتفرجوا في الوفاق الان راهم صاروا مسؤولين، منهم اللي راه والي، منهم اللي راه وزير، منهم اللي راه مدير، منهم اللي راه كذا. لازمكم يعني تتذكروا هذ الناس اللي صنعوا الافراح نتاعنا، هذ الناس اللي ساهموا في وقت من الاوقات هو انه رفعوا علينا، هذ الناس اللي فرحونا، هذ الناس اللي خرجونا من هذاك الغضب اللي كان موجود، من هذاك القحط اللي كان موجود. يعني أضعف الإيمان هو أنه على الأقل هو أنه يذكر هذا الناس، يعني ما ينساهمش. أنا ما حتيت أعطيني أنا عاكزوز وحبقات أولو. نعم هذه هي. نعم أي منى، أنا أني نقول لك زين أعطيها لك. أنا سرار وعطيها قدود في الانفيتاسيون نجي نتفرج ناحية ذيك الروح باه نفكر بيا ما تاعي. أنا نهضرها له هكذا في وجهه، يقبلها ولا يكرهها ولا كيف يحب. قلت له دز لي انفيتاسيون، كاع نستنى غير ذوك تجي غير ذوك تجي غير يعني ديرني كي يشوف في لي سوبليات. ما عندك حتى قيمة لا يا شي، أنا قيمتي خير منك ألف خطرة في سطيف. ما نبيها تقول عندي سوارد، مين جبت سوارد هذوك؟ مين جبتهم؟ كيفاش ما يخلوكش تتفرج في لونطونت ولا؟ ما يخلوكش تتفرج ولا؟ ماشي ما يخرجنيش. هو حب شويه اعتراف، يعني انسان يعطي له انفيتاسيون باش يروح يتفرج كانسان قديم. يعني يروح واحد هو والبالو صافي دو يروح يريح في التريبيون اوفيسيال ولا عايز يطلع بيريح؟ لا ما ريحش. راني نعطيها راني 60 فاصون برك. نعم فهمت. انا بلاصتي مع لي زوتوريتي. المفروض من نعم. الاخ نور الدين، نعم نورمالمون هذ اللاعبين القدماء بريوريتير. صح هذ اللاعبين القدماء المفترض هو انه تكون عندهم اسبقيه. صحيح مش انتموا ديك يعني الناس خدموا الخير وخدموا البالو وسيت ان انترناسيونال، يعني يدخل بلا في اي ستاد في اي ولايه من الولايات تاع الجزائر يدخلوا وراسهم مرفوعين ويدخلوا في لي تريبين اوفيسيال. فهمت خاطر ماكش صنعوا الاحداث في البلاد وفي الوطن وراهو فر وفرحوا الشعب وفرحوا الشعب الجزائري وكل فرحوه. هذا عاد عياشي باش يدير فرح سطيف، فرح الجزائر.
كيخش للتيران ونسمع نسمع النشيد اي شعر يطلع هكذا يطلع يطلع يولي يدروا ليه ليه هو حرام عليكم الجماعة اللي راكم معاك من البال ولا راكم ديروا هكذا هذا بهذا وهذا بهذا وهذا ضرب وهذا عطيه اي جزيرة واحدة رانا جزيرين كلها وكل نسيروا فيها وكل نحبوها وكل نموت عليها أكل أكل شوف أنا العيش يبوت بالور كي ناركيست انت يا شاء الله خدمت الخير فهمت وصنعت الفرحة في البلاد ربي إن شاء الله ما يخيبكش الحمد لله من المفروض إن شاء الله يجي ورد جدا ولي يعترفوا بالجميل تاعكم وانت من المفروض راك تعرف شنو هي وشنو هي انت راك سيليكسيونير نورمال يحطوك سيليكسيونير على مستوى الوطن تخير دي زاتليت اللي يلعبوا في ليكيب ناسيونال نقول لك حاجه ما يهمناش حنا شكون اللي راه يدي سوارد وشكون اللي راه يمركي شكون اللي تخير نقول لك حاجه سي وسمك الله تونسي شوف التونسي انا عدو بلا ما كنت انا الزوار بيجيب بلاصتو معايا يروح يطلع للجبال بيدي كونترا معايا انايا نتنيها له ما على بريش ما نقدرش نصور لك باهي يسني برك يجي يسني يدي 500 مليون ولا مليار ولا على سنيتو انا بلي ابط ابط للشعب الشعب هذا بيخش يتلون يتلون على التيرا برك ما تضرك مني يدي كاينة ماشي ارواح هبة ودبة روح تلعب بالبارو موش البارو مالو راهو عنده قيمة كبيرة دي كده فلان مسكن بيه ما كانش ها من البلاصة لبلاصة وجهدين أنا متربي على الميليف تاع المجاهدين وفاميلتي كل مجاهدين ماني نسب في واحد ماني نسب يقول له عشرين زوط عشرين يسب فيهم ربي وعلم ربي وعلم حبيت كما نقولوا البلاد هذه يكونوا خاوة في بعضنا خاوة نعم وهذا هو الشيء اللي احنا رانا نعملوا له على جل باش نكونوا خاوة والجزائر للجميع الجزائر تاع الناس الكل اخويا عندك رافي تاعك ليه تحاول تدي الدوبل فيا اديني واش كتب لك ربي انا كنا عندك نعطيك انني خرجت كما نقولوا بفضل الله خرجت من لاسيرونس الشهريه تاعي من لاسيرونس والفهم يفهمها اورزمون لقيت رجال ورايا اور ممتع اور بالون لقيت في كتافي دوك نسميهم انتم نقول لكم عليهم نعم اذكر هذا العيش كان حمودي بلا سلمنا عليه العياشي سلمنا عليه بسبسه هذا باي هو يسمعها كاين سماتي فارماسيان خالد يقولوا كاين زهير بن سكر كاين سعيد بارا وكاين الله يرحمه ويستعليه معليش مش مرواني مرواني الله يرحمه ربي يرحمه ان شاء الله الله يرحمه وكاين خويا بني ما نسمح لهمش انا كيف بالزولو هذيك الحاجه اللي كان يموت عليها خاطر ما جيت نجيب بني قصر بالو وخلي الشعب يفصلها مش تنظر النار هو يخش للتيران كاين شعب يتفرج في الجوار هذا اشكو عنده بلاصتو ولا ما عندوش صبقوا عليه ولا ما يصبقوش عليه انا ما نحاولش تعطي له صوت ما نحاولش تعطي له صوت خليوه عنده دودة في كل اي خليوه في التيران لعبوا دخلوه بتعطوا خلاصة برد قلبي بكلش عندي طفل فريد هذا ما عندي
ربي يحفظه ان شاء الله وربي يطول عمره ان شاء الله وربي يفرحكم. جيتو بالنيه صافيه قلت لهم هاو هاو اللي عم دخلوه لان عنده سبلاصتو ضحكوا ضحكوا ما نقولكش لا انا نضربه نعطيه طريحه نقولوا بها تلت بيا انا نعرف اقدر. اسمع العياشية العياشية شوف شوف مادام رانا حيين ورانا نتنفسوا الحمد لله مازال الخير مازال الخير الحمد لله مازال ربي مستعملنا باش نخدموا فهمت. مادام راك حي شوف مادام راك حي راك عندك مسؤوليه ربي يخليها لك باش تخدمها الحمد لله. اذا كان خدمت عندك بنك فريد وكونتو وما كتبش ربي ما داروا له عراقيل ربي شوف اسمع باذن الله تعالى كون نلقاو الرجاله وقلت لك يديريوك سيليكسيونير ماشي تجيب تقول الفريد برك تجيب لنا جيش تاع الدراري اللي يفرحوا البلاد. او شوف سيليكسيوني لي مير جوار ان شاء الله من ليكول تاع بنجامان ومينيم وطلع. انا شوف اسمحوا لي راح نقول واحد الكلمه خاطر الزرقاني شوف فيا يهضر في التلفزيون هذا كيحرق البنيه ومن بعد قاعد يهضر في التلفزيون قاعد نستغل انايا في الديبا هذاك يهضر على بنو في بارادو ومن بعد طيح الدمعه وتو طيح الدمعه نهضر مع التلفزيون وتو طيح الدمعه واش طيحت الدمعه تاع العياشي اللي نتي ذا ولا ها وانا نكذب على بعضنا ولا ها ليه تبكي على ابنك انت انا ما عنديش بني ما عنديش نفس ما عنديش ها ما عنديش كرامه قسما نقولها لهم شوفوا كون تلقاه واحد كيما العياشي في التيران أنا نخت الرايرة ديسباري من البلاد هذي وهم على بالهم فيها في الجزائر وش كنت نلعب نلعب نية في التيران ما عنديش الحيلة لا تريسي لي هذيك الجواري تريسي يتريسي ما يجريش ومن بعد 80 مينوت ما يحكمهاش 45 مينوت ما يحكمهاش يخلط غير البالو أنا عندي كي يروح ليكيب ناسيونال لي بوست كل يلعبهم تلعب تلعب أنا نلعب ليكيب ناسيونال نهضو على ليكيب ناسيونال سي با فاسيل يخلط البالو ما عرفتش الرزوطه يدبوه يطلعوه للسما انا اخ العياشي اخ العياشي انا في المسيره نتاعك هذه نتاع كره القدم يا هل ترى كشمد مثلا وقعوا لك هكذا بعض النكت هكذا وان انه بعض المواقف هكذا وان انه خلوك تضحك هكذا بعض الاشياء على جل باش نرخفوا الحوار نكت كشما في المسيره نتاعك هذه كره القدم يعني من النهار اللي بديت تلعب انت مع لونطونت وقعوا لك بعض الاشياء هكذا اللي خلوك تضحك صراو لك بعض الاشياء هكذا لقطه ما على باليش انا موقف حاجه خلاتك انت تضحك في الفريق في لونطونت مع لي سيبورتور كنت في لونطونت نلعب كانوا لي سيبورتا تاع ياسين ماشي ينرفيوني طعنوا في الشباك ينرفيوك يا اللي جابوني ثم نسعل نلقى راهي راكب في الشباك وراي عليهم هذا كنت عاود ديربي وقتك وانت لعبت مع لي سماستيا نعم لعبت معاهم ايه لعبت مع راهي ما لعبتش انا قلت لك صغري انا ما على باليش شكون ما على باليش كيف خشيت لونطون كيف نجري غير ربي اي من عند ربي اي والله غير ربي اللي يدير لي حمايه اللي زود الساك اللي ونصوتيهم بصح ما على باليش ونقول لك فين عدت وليت الروبوبيني في المخ تاعي من عند طحت مريض طيش في الدار شحت راسي مره سما شغل شي اللي فهمته انا من خلال الكلام تاعك هو انه كانت عندك اراده قويه وكانت عندك طاقه قويه هذيك الطاقه هذيك ما لقيتش كيفاش تفجرها تما كنت انت تلعب قلب ورب في الاصطاد لو كان اتيحت لك الفرصه وكنت انت تروح بعيد جبنا لك قطر ما كان واحد الوالي هذا دق قدامي وقال انا مات قال لنا ريسبسيون والله ما قالوا لي ما على بالي وكلهم عند الوالي وانا عيت وشوف عبد الحميد جاني صاني يا العياش واش قاعد ليه واش قلت له قال لي ما ريسبسيون مع الوالي ايه روحك اش ما يعطيوك سكنه
خشيت طبطبت الوالي ذاك اللي راه مال الوالي قعدت والو والعربي قاعد منا طلع لي العربي هاك ما علاش العياشي انا منا واش قلت له تحب دير اونكيت عليا روح لا والو والله عطانا بلوك ما بين عاد في ال 206 هذوك ها وليت لي غدا عطيني الله نتولع جوج قريب من هنا في البومرشي واحد يسقيات هذا ما نعرفش واش نقول لكم انا نقول لك حاجه انني مخلطها بارتو بال وسهرات والحمد لله كي خشت التيران شوف والله انا نكذب شنو نهضر واش كاين ما عند من الموت اللي ما كانش خاطر سهران في لاكاسبا نيجيريا في لاكاسبا راكم تسمعوني نعم الو هاني نسمع فيك نسمع فيك ما يعرفوا مام نيجيريا هذول عشرام جرحيين عشرام في الانترنت ثانيه يسمعوني الساعتين تاع الليل ما هو عطر ولا عيش غدر ولا ما من لعبه مع الشرفيد والمجد مش مانيا الشرفيد والمجد كان زقر هو لونترينر تاعهم تاع البرازيل لا عود مانشستر ها لا لا الشرفيد والمجد كانت ليكيب تلعب بالنصر ونهار ثم في الانجليز الوقت تاعنا ذوك تمسحت مره عادوا كانت منحي جراند كيب عرضناها اللي هنا نعم هو حكى لي بقولوا فيه باللي سهران انا في لاكاسبه روحت هاي انت قول لي روحت فيش من لاكاسبه لسه شوي كثير كيلومتر كثير ستة سبعة ايه ستة سبعة هو التونسي يعرفهم كثير والبيير طلعات هذوك شفتهم طلعات تاع البيير جيت طالع رايح من ثم وانا نمشي للسطاد هذه قوه من عند ربي للسطاد خشيت قول خشيت وحقيت ثلاثه ونص نقولها لهم بمن زوري كانوا يلعبوا معي خشيت شوف حطيت راسي دركت هكذا وخاصتي في راسي في المخدة هم يزوروا كرام يديروا هكذا العجب المربى مخيريو هنا لا 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 بالي انا شغال عندي اكسبيريونس خشيت حطيت راسي قال لك نوض تنفض ما حطيت راسي قال لك نوض ما رديتش مرة قعدت الصالون ومش مع الانجليز ضربة كيف يدير الوعدة خشيت قلت يا رب وقبر يا وخش لهم يا والله والله يا الجيرية ذوك جاو يتفرجوا الجيرية جاو قالوا صحيبي هذاك صطيبي قالوا هذاك كذا اللي كان معنا البار قالوا هذاك كثر 20 مينوت ما حبس تلزهم من عند ربي هذه نجيبوا حوايج يعني هكذا انا ما ندركش كنت مانيش كيما نقولوا فايو والله مانيش ماشي مني كانت عندك إرادة وطاقة عندي طاقة ما لقيتش كيفاش تستغل هذيك الطاقة والإرادة هذه كانت عندي كنت جهواني مقصر عندي سن بس الماتش جاي خمم عليه الماتش نجيبه واش نقول خويا نردي انا كنا نريحو ما نردوش الغدوه صباح والله ما انا كنا نبدا نجيب ونجبد ماهيش خير يا مره معليش حاطني لي زوار هذوك ما قلت لك داروا لي كومبلو عليا لاكم دافري نعم حاطني مش نش مليح هما سيريو وانا سي با سيريو لا انت كنت حار بزاف تسمى شغل هما جيتي ان غانيور ما كانش مسخير قال لي من بعد قاعد الفندق نجيب حقي
نجيب حقي خطرة بيت الوطور قاعد قرعية في سنين. والله قلت نجيب البيت التاعي ونخرج هكذا به ما نحمل حتى والله كيما شمني تلونا ونحكمها له بدمي خاصة خارجة ما تجيش لاميطون تخلص انا زيد ذراعي قلت لهم كراعي 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 ما حبيتش ريا دوز جاميطون باش نبهدل بروحي نعود نطايح والله ذاك خرجت انا ما ندركش انا نهدر لهم نهدر لهم يسمعوا على ارواحهم العيشي الله يبارك فيك ان شاء الله انت على بالك شنو نيتيها انت كنت فري اتليت فهمت كي هدرت مع فرنسا برك كي تجري مع فرنسا مع لي جوار تاعهم شفت انا لا بريباراسيون فيزيك تاعهم كونديسيون فيزيك كيف يديروا وتخش انت الاول اسمها كانت عندك طاقة كبيرة تاع قوة هذه إلا هي مانيش أنا مانيش أنا هكذاك وفيها تدريبات ثانية العياشي ذاك كنت تجري كنت هو هذا جيرار جيرار أوي هذا أكثر من العريبي حير فيا إي حير فيا قال لهم جامي شفت جوار كيما هذا يا راه ما نعرفش وزيد بزيادة زيد نعطيك واحد الحاجة واحد على واحد لا لا ما واحد الحاجة روح درت تيست في السنجوي شو عطوني البسكليت قال لي وراك رايح حبس عطوني هذيك اللي نسفها ايه عقبت الفو خلاص ومن بعد وزني وزني قلت وزنوني اما 69 70 كيلو قد بالي قد حطها في الجرنال راك فهمني سي الله يبارك ايه او قد بالي قد في البوا وفي لاطاي اي قد البوا تاعك قد لاطاي تاعك على بالك انا عايش انت انا ودي كيف كيف فهمت انت ياك سيمبول نورمالمون لي زونترينور تاعنا دوك في كيما نقولوا في الوطني في الفرق الوطنيه هذه تاع اللي حاكمين الولايات لازم يديروا سيليكسيون تاع واحد يكون عنده كيما نقولوا بون كونديسيون فيزيك اجل ما يتعبش يعقب 120 مينوت وما يتعبش شوف درت بريباراسيون كنت حاكم بريك هذه تعرف هذاك داير المونترنيو 50 الومبر في الجبال شفت شفت هذا هو لي زونترمون تاع الصح شوف وانا كنت في هذاك الوقت كنت مزيت نلعب جابي 33 ذاك والله وانا انا قدامهم لي جوار با واحد ما يقدر يحيل يبيع لونترينر هو اللي بابا بالله يبارك والله غير نديهم يديروا واحد لي زوبستاكل معايا بصح كذا باه انتم الخدمه برك رحت حكمتهم كان ما عندهم كل قاعد يجيهم كلش درت لهم ثم هذاك ايكيب وين ديتهم وصلتهم لسيزيام بلاكوب دارجيري ديت من اللورا سير بدو ولعبوا في بولوغين ترت المرينيو قلت لهم تم وتلعبوا كيما راكم كيجي الشيخ كيجيك البالو واش قال لي الشيخ ندير بالبالو هذا هذا هي هذا هو صح ان شاء الله راهم يكونوا مزيان يتفكروك ان شاء الله انا نخليوك الاخ العياشي نخليوك تريح شويه ان نعطيو الكلمه للاخوه يديروا مداخلاتهم بعد نخليك باش دير الكلمه انت الاخيره الاخ عبد القادر اذا كان ممكن هو انه دير تعليق حول الشيء اللي سمعته من خونا العياشي كان الحوار هذا يعني فرصه على جل باش نسمعوه نستذكره من خلاله بعض الاشياء اللي عشناها في المرحله هذيك وايضا نطلعوا الحاله نتاع خونا العياشي حتى باش نبعثوا رسائل للناس اللي راهم في السلطات باش يلتفتوا ليه تفضل الاخ عبد القادر شكرا خويا نور الدين والله غير سي العياشي يعني كان لقاء وحوار ممتع معك ومع الجيل تاعك يعني انت راك تمثل الجيل هذاك الجيل ما يتعاودش احنا نقولوا ان شاء الله يتعاود بصح على حسب الظروف وعلى حسب شنو نشوفوا ايش بونس باي يتعاود هذاك الجيل هذاك اللي رفع راسنا وراس الجزائر يعني عالي
والله من خلال واش سمعنا، يعني انا الكلمه نتاعي نوجهها للمسؤولين، يعني المسؤولين اللي راهم اللي ما كنش غير نتوما اللي يعني ما عطاوكمش حقكم، يعني الجزائريين كثير يعني في المستوى في كل المجالات، من المجال الفني في المجال كل المجالات، حتى في المجال انا نشفى مثلا في كنا لي بورس بار اكزومبل لي بورس على اترونجي، الناس اللي في المستوى ما يطلعوش ومش عارف كاع يجيبوا لنا دي جون يدخلوهم، نلقاوهم في باريس يقراو افيك اون بورس على اترونجي، نلقاوهم في ايطاليا، نلقاوهم في لاروسي، ما تعرفش كاع الحاله هذه كيفاش. وهذا هو اللي خلانا نرجعوا ناغياغ، انا نشوفوا الوضعيه في الجزائر كيفاش راهي ترجع ناغياغ، ونتاسف من المفروض كل واحد يستاهل يعطوله حقه، وهكذا البلاد تتطور، هكذا البلاد تتطور. البلاد ما تتطورش بهذا الظلم هذا وبهذا الحقرة هذه، مستحيل أننا نتقدم إلى الأمام. يعني أنا لما نشوف سي العياشي بالك على بالك، راهي الآلاف من الطاقات الجزائرية راهي برا في كل المجالات، مجال الرياضة، مجال الفن، مجال العلم. فنوجهوا كلمة للمسؤولين هذو في كل المجالات في كل القطاعات باش يرحموا هذا الشعب ويرحموا هذه الجزائر هذه اللي نحبوا لها إلا الخير، ما ناش حابين بلادنا تترتب ويصبحوا كان الجزائر والجزائر وش بيكم أو ميش لعبة أو مشو هذا ماتوا بزيفة يا وش بيكم أو ربي وشو بيكونش، أنا ما يشوفك تحرب يشوفك تروح الحفرة هذيك مهما واش تكون الدرجة تاعك، مهما واش تكون أنا نعرف هكذا، أنا ما على باليش أنا زين نمشي هكذا، قادر على طرف خبز وكاس منه نشربه وصابر له. بارك الله فيك سي العياشي، وإذا وليدك ما وصلش واش كنت حاب كاع لي زالجيريا ولادك كاع لي زالجيريا، والله غير ولادي وكل والله ما يهم. اخويا تونسي من فرنسا قال لك قادر دير مدرسه وتخرج تسيليكسيوني دي جون ويطلعوا ان شاء الله ويحمروا وجه الجزائريين ويطلعوا الاعلام ان شاء الله، والسلام عليكم. هو منهم بني ان شاء الله. كيف ما كيف هذا من اللي جاي تاعك، ربي يحفظهم برك. الله يبارك فيك، ربي يحفظ ولادنا هذو اللي جايين للدنيا هذو تاعك. شكرا للاخ عبد القادر. عيسى من كندا، عيسى اذا دير مداخله تفضل. الاخ عيسى انا برك انا باغي نقول لعمي العياشي برك ان شاء الله يبارك لنا في عمره الله يبارك فيه، نسمعوا صوته. حنا راديو مفتوحه كما قال الاخ نور الدين وهو المناضل الكبير تاعنا، ناس بكري يقولوا الدوار بلا كبير كي السكه بلا ذكير. هذيك هي، حنا راهو يخصونا ناس كبار، ناس كي ذكير يجملونا لبعضنا، يرجعونا كما كنا كما كانت الجزائر على الاقل عايشين كما يقولوا في وقت النيه، نشتيو بعضنا حنا وانا برك باغي نقول لك برك واش هو التقييم نتاعك بين بكري اللي يلعبوا على الوطن وعلى الكولار وعلى على على السيبورتير اللي يجيو يشوفوا بالو، وبين وقت دركا اللي كما تعرف وراك كما يقولوا ولد البالو، انه الفريزه على حسب معرفتي انا وخبرتي اللي المتواضعه مع رياضي مانيش رياضي، انه الفريزه بدات مع التسعينات. هل الفريزه هذه ما زالت دركا داخله في السبور تاعنا، ما زالت هي اللي مؤثره، هي اللي خلات رطاردات الخدمه ما يخدموش النيني اللي جوار هذو ما على باليش انا في الجوار، ما عندناش طاقات مبدعه، طاقات ما كانش والله ما كانش والله انا نعرف شنو نقرا الجوار، ماشي سمعنا يدير نقرا ماتش وسمعنا الجاي تلقى هاري ديكير، نعرف السيزون كامله تجي خطره في ماتش كيما نقولوا كذا يقولوا له باسا زابيد، انا نعرف نقرا الجوار يجي طالع كي لاخور بهذيك، انا نخمم هكذا باقينا. اسمع في بالك تا نقص تحضير تاع لي جوار بيسير كانش، انا نقول لك انا واحد حكم فيا في ظهر مع لازم هو حكم فيا عييتو
كي عييت واش دار لي؟ ضربني بدماغ طاح. عاودني. ضربك وطاح. ضربني بدماغ كنديته وقلبته ورحت ليه وليت له منه وهو يتبع فيا وانا رايح هكذا ومن بعد قاعد نفرج في الاكسيون بعد يجيني البال وقلت فتات يجيني قاعد هز راسي هكذا وشوفوا خبطني بدماغ لان الرقبه عطاني هك طق طاح خلص رافان ماش خلصنا جلال بيشتري سلم عليه قلي سمعني قلي خبتني قلي عيزني قلت له يضربك الجنة تحكم فيا يعني باش نقول لك الحب تاع البالو يجيون نلوح لهم ميساج حبوها سوفريو سيتي سوفرونس البالو هذا موش لعب ادي سوار برك و 20 طوموبيل واني حقا الخدمه ندي البالو في حاجه اخرى كبي حاجه اخرى في كلش الخدمه في كلش في دو لي دومين الخدمه العين نطوروا مش نزيروا برك حقا دير لي كوستيم وقوها كرافات وجي تهفني ما تهفنيش مره الخدمه الدمير هزوا له شنو هو كرافات في بالك يا عمي العياشي واحد ما يخدم لا الجوار يخدم لا المدرب ماهوش صارم لا التسيير فاشل الماديات اكثر من المعنويات وهكا مش هذا هو الخلل في رايك انت اللي خلى الكرة تاعنا وما ديناش لاكوب دافريك من 90 على الاقل حنا ما نطالبوش بلا لاكوب دو مون نطالبو غير بلاكوب دافريك يزيدو يجيبوها لنا المره الثانيه برك كي بلا تاعنا يتفكروا الشهداء هذو يتفكروا اللي كيبا فعلنا واش كاين تريبريزونتي فينا في لو موند انتي اي ها يديروا سويد الحب تاع البالون نحيوا الصور دا اللي جانا نحيو من رسانكم نلعبو قلبو راه بالصور يجيوكم البلاد كي تعود عندها رجالة يجيو الصور يخشو ذراع كيما يحبو يشتيو كي الحكومة تاعنا هي كي تبدا رجال وراها والاخرين دار الاخر وراها هذه انا ما على باليش انا نلوح ميساج وزيد حاجة نتمنى الشفاء سي عبد العزيز بوتفليقه وان شاء الله الطاقم تاعو هذا يكونوا رجاله مع هذي زيترونجي اللي يخشوا لهنا البلاد فبا يخليهم فيكولوا خاصكم طمع فرنسا يجيو طمع الجزائر ورده حبوا يدخلوا ماني ندير في بوليتيك ما والو ماني نشوف ما قريت ما والو كل ما يفرمي لا من حقك انت باش تعبر على وجهة النظر نتاعك فهمت انا بلادي نحبها نعم مشتيش المغربي نعم مشتيش المغربي نعم الاخ تونسي دير مداخلة اخيرة باش نخلي اخونا العياشي يرتاح شوية كيما خير كيما يسلمنا على عمي عبد الحميد ويسلمنا كل الطاقم تاع لونطونت و سيبورتر كيما يكونوا دي جوار قدم كاين حتى دي سيبورتر قدم ثاني نقدموا لهم التحيه على الروح الوطنيه والروح الرياضيه اللي كانوا يتحلوا بها هذا ما كانوا نعم شكرا الاخ عيسى تفضل الاخ تونسي بارك الله فيك الاخ نور الدين ونشكر بزاف العياشي خونا العياشي وعمنا العياشي ربي يجازيه خير ان شاء الله كي جا لنا وان شاء الله يكون راهو سمنح شويه من على قلبه انا نشوف كاين انتيرات والو في بوعرور راه يسكن كاين دي سيكس هذوك كاينين نطلب ان شاء الله من السلطات العياشي والله مثالي والله اللي راهم تاع لونطونت بكري والله واش كاين يعطيو لهم لي زانتير كارتي يوليو يقلبوا زانتير كارتي باش الاولاد يوليو يعرفوا بعضهم الطفل جوار فوتبولير ولا سبورتيف انا نقول او لكرون ولا بيستون مات انا نقول لي سبورتيف هذا العياشي ما نقولش ان فوتبولير برك باسكو لي سبور بوجي دو فوتبولير دون تو لي سبور لازمنا رجاله فهمت لازمنا ان بريباراتور فيزيك لازمنا ان بريباراتور مونتال لازمنا مدرب مليح هو ثاني مدرب ما لازمش الشكاره هذه كيما قلت السوارد هذه خليهم اون دوزيام ليو الطول نعلموه باش يحب الوطن
باش يحب الأمة نتاعو، باش يحب الخير لخوه. فانتم بكري كنتوا تلعبوا بصح ما كنتمش حاقدين على بعضكم، راكم تعرفوا بعضكم في الجزائر، تعرفوا بعضكم في قسنطينة، في وهران، في كذا، وكل خاوة. وقلتها قلت انا نلعب ونفرح كي يفرح الشعب، فهمت؟ يشتي كي يفرح الشعب. ما كنت تحوس على صباط، ما كنت تحوس على تريكو، ما كنت تحوس ولا وربي راهو الرزاق، فهمت؟ حنا ان شاء الله هذ الناس هذم اللي راهم مسؤولين يوليو يرجعوا كيفاه كان البلاد، كيفاه كان طالع، كيفاه نجحت البلاد. نجحت بهذ الناس المخلصين، امثال العياشي ومثال عبد الحميد وامثال بزاف اللي راهم في الجزائر. حنا نهضروا على الناس اللي عارفهم، بصح امثالهم كثير. من المفروض يديروا هذ الرياضيين القدم القدامى هذم، يديروا لهم الريسيبسيون على مستوى الوطن. مثلا تجيب لي مغنيه، مغنية تجيب لي مغنية تعطيها 10 مليار وباش دير كيما نقولوا ان جيست سيمبوليك، هكذا دير حفلة سيمبوليك للناس اللي طلعوا البلاد. ما كانش ما تقدرش ديرها. تقدروا ديروا الحفلات، تقدروا ديروا لي تياتر، تقدروا تجيبوا والله جيبوا الناس هذا برك لا يموت، ديروا الحفلة والله يا فغرام يكتب طايف كيرك يجيب السكنات يطلعوا هذاك الله يبارك. بلادنا ينوارا، ينوارا بلادنا، ينوارا ان شاء الله، ان شاء الله يحفظها الناس. الناس احنا متمنين يجيو هالكيان. احنا انا خلاص واش من عندي ندير حياتي انا خلاص. مازلت النصيحه تاعك العياشي، مازلنا نتقبلوا النصيحه تاعك، فهمت؟ مالقي راكم كبار هذاك بصح مازلنا محتاجين النصائح تاعكم. لا الاخ العياشي، شكرا للاخ تونسي. الاخ العياشي، واش هي الرساله نتاعك اللي توجهها لهذا الناس اللي راهم متواجدين يعني في؟ انا دوك نقول لك الناس هذو، انا نهضر لك في المسؤوليات. نعم قبل نقول لك الناس هذو، نحيي زوجتي ولادي ربي يبارك فيها ان شاء الله، ربي يهنيهم في ديارهم. عندي زوج بنات مزوجين ربي يحفظهم ان شاء الله. راني جد دوك، راني جد ما شاء الله، وراني كنا نقول جو في ان بيتي كوكو مو بيتي فيس اياد، اياد مليزي ربي يبارك فيه ان شاء الله، و الا وخديجه هذو ولات بنتي وسمير ومحمد وجد مالا ربي يجيب لها الشفاء ان شاء الله، يجيب الشفاء الأمات الجزائر كما والعالم بالذات ان شاء الله. اللهم انا ما نتمنى الخير برك، ماني الحاج ماني نحوس على والو، الحمد لله كتعود بلادنا لاباس. ولادنا هذو انا يغيظوني نشوفهم يديروا في حوايج ماهوش مليح، صلى ربي يعفو عليهم برك امين يا رب. اصلا مساكن ما يعرفوا صلاحهم، كاينين 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 الولاد اللي يروح هكذا كاينين يدير ريال ويعدي يروح يفزهم، ما لقاوش التوجيه الصحيح. يعطيك الصحة، يجي يشوف طفل هكذا لا ما شاء الله وذاك يروح يفزدو، ولا ما على باليش انا عند ربي تسوى غالية. اي غالية هذه هي. ما عندي ما واش راح نزيد لكم انا. الحاج تونسي واش راك لاباس ولا؟ الحمد لله ربي يبارك فيك. هاني خويا نور الدين يا خويا، احكي لنا شويه على العياشي، احكي لنا شويه على العياشي. انت راك واحد من لي سيبورتور، واحد من الناس اللي كنت تتبع الوفاق، يعني ممكن تحكي لنا شويه على العياشي شويه بحكم وانك انت راك ابن سطيف وتعرفه معرفه خاصه. والعياشي كنا ناكلوا شتك تاع كسره مع بعض نقسموها. نعم فهمت. والعياشي كي ما يكونش نهار ما يكونش العياشي في التيرا سما بربوشه بلاد هان مخصوصة. بربوشه مسوس مسوس. بربوشه بلا ملح مخصوصة ومخصوصة بالبزاو كما يقولوا صحاب الجزائر. يعني العياشي نقدر نقول لك نص ليكيب. فهمت. كان العياشي ما عندناش يعني من امثله يعني كان حار بزاف. ما كانش هو ما يفوتش ماشي كيما عبد الحميد. عبد الحميد مسلح بزاف. عبد الحميد يعقب بصح العياشي والو. العياشي حاجه اخرى، العياشي حار. حار صح انت، العياشي حار
اما عبد الحميد، عبد الحميد يلعب في ناس، يلعب واحد الهذا وهكذا، والعياشي ما يقبلش واحد يعقب عليه والله. انا جيت جوار، جيت فير بلي وجامي بيتا فيرتيسمون ما يديش صح. انا نقول لك حاجه، انا نتجاوز مع لي ديريجون حبوا يديروا لي زافير على ظهرك، راك فاهمني؟ ما قدروش كيفاه يزعقوني برك. اليومي الشعب وكل يشتيني لي سيبورتير الجزائر كل تشتينا بكي لونطون، حنا هادشي الجزائر كل تشتينا ماشي غير هنا برك ولات شويه برك كل هذا ودوك داري كيف منهم 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 بكري لونطون راهي محبوبه في الجزائر. الجزائر كذا خطر الجزائر بكري بكري، راهم كاينين الناس منا ومنا يتمنوا على جل باش يتلاقاو صالح العياشي ولا عبد الحميد ويهضروا معاه ان شاء الله. صح قلت لك واش راه نقول يا خويا، انا قلت لك انا قلت لك غزوات. اسمع انا هاني قلت لك، قلتها لك لما تكلمت معاك وزدت عاودتها لك في ال... قلت لك انا واحد من الناس اللي كنت ندير ستوب باش نروح نتفرج لونطونت. نقول لك حاجه يعني يا عجب يا ربي، بنتي انا ولدت ندلل بنتي عندها ليسونس ما شاء الله ليسونس والحمد لله الحمد لله عزو. عندها ليسونس هي حتى ولك رعيه في صيف وسكوني يسمعني الحصه تاعي في البوست راج دايره اللي كان اللي حاولوا ولا يعني نسيت راج دايره. من اللي خرجت ما كانوش يديروا معك حوارات هكذا ولا يديروا معنا؟ لا ديروا دت معهم الراديو، الراديو تاع صديق جاوني. نحيي بوكسا ياسين بوكسا، نعم ياسين بوكسا وسيرتو سيرتو بويو واسمه حسين، وربي يبارك فيهم، عندي تحيي فيهم منا، ان شاء الله يسمعوني ان شاء الله. وان شاء الله نعاود نديروا الحصه، الحصه مزيان طويله ان شاء الله. ياسين مع ياسين عندي حصه معاه، راهو هرب لي برك ان شاء الله. اخذ يريح معايا خاطر ما كون يريح يا ربي، وقول واحد ما يخرجش واحد الشهر معايا، شهر ما يخرجش. نعم المهم ان شاء الله ربي يبارك فيك خويا العياشي. الحاج قلت لك كش ما تزيد تضيف لنا بعض الاشياء المتعلقه بالعياشي، خلي نخليوك تتكلم عليه. خويا العياشي والله شخصيه بارزه، نعم يعني شخصيه من الشخصيات الكبار، نعم. والبوست نتاعو ما كان حتى واحد اللي يقدر يحكم البوست اللي كان يلعب فيه هو، وكان يلعب ويت ابار العياشي، كان يلعب ويت العياشي ما عندوش منافس هذاك البوست هذاك اللي يلعب فيه، ما عندوش قال وراه منافس تاعو دوك يلقاو لوكازيون يلعبوه، ما كانش محال. قلت لهم شو قلت لهم قلت لهم قلت لكم انه سوا ونضرب، اني قلت لهم داير خلاص مسحت كلش من بالو هذا، مسحت من دماغي. قلت لهم نهار نلقى جوار كيما انا ويشوفوا كيما انا خلاص نروح لي نسلم عليه. ما لقيتش 77,000 عقبوا في لونطونت مليون وكلي طاير، تعرى واحد مركه بيت وتعرى لقيتو شحمه برك. هذا ميليو تيران يقول لهم توسكي الحجر والله راضي ما كان والو في خدموش. اللي قلت لك انا نخرج نصلي نطنيو صباح الخمسه العشره نروح واحد يطلع للجبال، نطلع قد قوط هكذا نطلع ليه فوق قد قوط نجيب لي جاب ستاك خيرين بزاف، نجي محضر فيتيس تخدم كلش. نعم هز حجر نطلع حتى قد قوط حجر هز نطلع حتى قد قوط روح ما على بالو فيا. نعم يعني كيف نعود قبل البالو هكذا يقول لي بركه يا سيدي اقعد عني روحك كلمة ندود على البر. انا وش راح نقول الماء الحاج الحاج كش ما تجيب لنا نكتة كش ما حاجة هكذا باش نختموا بها البرنامج.
كش ما نضحكوا خاوتنا اللي راهم يتبعوا فينا راهم يسمعوا فينا كش ما نكت هكذا وقعت لك مع الوفاق في الوقت اللي كان فيه صلحة العياشي كان يلعب كاش ما واحد دمغو كش ما واحد كاش وينما كان واحد النهار هكذا كان ديربي تاع لونطوط واليا سمس ايوا هذاك لونطوط واليا سمس وانا كنت في بسكرة جبت توني تاع صحراء توني خفيفة هكذا خفافي وعجبتني كحلة وبيضة وكان كان اليا سمس عندهم واحد يقولوا له عمار بالعديسي يروح يخيط قندورة حمراء وبيضة وجات الصدفة جيت دخل لنا وهو جابني خارج وانا تريبين عند التام عم القصب مقسوم على الزوج فيها اليا سمس وفيها لونطوط بصح كي شغل خاوة يعني مسميين بعضنا وتتقلب لك لا تريبين نص يعيط مع اللونطوط ونص الاخر مع عمار بالعديسي وخلصناها بالزهو بالفرح انا نفضي حاجة بريدة وخرا صغيرة انا عم الاخ العيش انا واش راني متمني ان شاء الله يا ربي واش راه في قلبي الله ربي يعني بلادنا هذه تكون رحت للحج ولا ما رحتش للعياشي انا ما نقولوا انا الحج هذا ما عارف المكتوب تاع ربي ما نقدرش نقول نروح ولا ما نروحش رحت ولا ما رحتش ما رحتش اوكي جميع رحت للحج انا إن غير نطيع ربي اللي هنا مليح بيان كوم يلفو ولا جاب ربي مكتوبة كاتبة هذاك وانا راه عندهم عندي حاجة سيدي نعم إن برك هذي إن شاء الله تكون مستقرة إن شاء الله إن شاء الله يا ربي بعد أن البلاوات تاعنا إن شاء الله اللهم ديزيت روجي هذو اللي حبوا يفسدوا أنا حبوا يدوا لنا معمعة في البلاد نضرب بعضنا هذا يتخنصر في هذا أو حرام علينا أنا ولاد البلاد أنا ولاد الجزيرة الكل نعم صلى الله ربي كيما نقولوا ان شاء الله ينزل بزود الرحمه ان شاء الله ونولوا كي بكري ان شاء الله وقعدوا الخوه ما يتفهموش يجي ورثي ينظر بعضهم يخدوا بعضهم ولا يتهاوشوا نعم هذا هو الشيء اللي احنا رانا نعملوا له انا نقول لك انا نعم هذا القرعه ما ادي اخويا ودي اللي وراه اخويا حبي الله ونعم الوكيل خلاص ربي يبارك فيك ان شاء الله ما يجيكش يا اخويا ربي يبارك فيك ان شاء الله او يهضر معك يا حوش يهضر معك بلي جويه ما شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام اهلا وسهلا واش راك شباب يا لاباس الحمد لله مال العياشي صغير العياشي صغير يا خويا حق روك ها نورمال مكتوب ربي سبحانه معليش المهم شوف والله جو سوي فيها درت صالحي وفيار بزاف بلي انا ولد عياشي والله الحمد لله وقاعد يمشي في الطريق داز راسو الحمد لله الحمد لله الحمد لله ميرسي بيان يسمى كيعيطوا له هكذا ربي يبارك فيك يا خويا احنا هذا واجب لينا احنا ان شاء الله اذا كان فيه واسمه اخوه من تو لونطون كامل دون استثناء اذا نتاع وطني راه مفتوح لهم كامل نتكلموا معاهم تما من جهه باش نعمل الاخ العيش راه عندي نقول لك حاجه راه عندهم راه نلوح ميساج نعم تفضل من سي عبد العزيز بوتفليقه وسي اسمه خلال نعم دينغو شوي اللي جوبر هادو اللي راهم متهمشين يعني لي زونسيان هذا لك نعم كاش ما يديروا لهم ليستا بتيت بونسيون كيما نقول لي زونسيان جوبر هادو اللي عنده اللي ما عندوش كلشي بعضها نعم ما نقولوش انا دوك ماجير عنده ماجير كيفنا نعم انا نحب يعني يديروا حاجه حد لي جوار هادو نعم كاينين محتاجين كاينين ما عندك الجوار اللي فيه ما يقدرش يجي يطلبك صح ما يقدرش يجي يقول لك اعطيني يعني في الميجيريا امبوسيبل يقدم ليك انت هو المسؤول تاع الصغيره والكبيره مش غير اللي كاين اللي جوار كاين الفنانين كاين نعم دون توري دومين نعم في الاتليتيزم يعني هذا كل اخي كاين دي كل هذا في بلاصتو نعم هذا الناس اللي صنعوا الافراح تاع الفوتبول هما نعم. عندهم لا ليغ يتفاهموا في يديروا عليها واش ني بتيت بونسيون صغيره ني بتيت بونسيون تعاون برك باه يفرح يطلع المورال صح لا يريح دائما ان شاء الله انا انا انا
يوسف الزهر والله العظيم والله والله غير في نهارهم يروحوا. ان شاء الله ربي يكون معك ان شاء الله. انا هاني انا نمشي هذا انا نمشي نناظر لك يعني يجيني راك. نعم نعم راني متفهم وراني حاس بال ما يساوش. نعم ان شاء الله ربي يكون غير خير ربي يبارك ربي يبعد بلادنا بلادنا هذه راهي عندنا بلاد ما شاء الله راهم العينين كلهم فيها العين بيسيهم في الجزائر مع ذلك كاين رجال ان شاء الله كاين رجال في الجيش كاين رجال في الامن وكاين رجال في الدار كاين رجال في كل مجال يحفظهم هذه الناس اللي يسهروا علينا امين يا رب ربي يحفظهم امين ربي يكونوا من الجنه من الجنه اللي باتوا في الصحراء يعسوا باتوا في لي فرونتيير وباتوا على برا ماكله ماكله واحده نخلي مواليه واش نقول ربي يجازيهم امين يا رب شكرا لاسمو وليدك العياشي صغير كش ما تحب تقول كلمة تفضل كش ما تزيد تنورنا واش راح نقول لك خويا ربي ان شاء الله نقول لك يدن قول لي جانو مساكن هذو اللي جاتني خدموا جاتني زوجوا جاتني ما لا غالب ما نقول اللي جانو مساكن غير كما قال لك حتى يروح يخدم ولد فلان ولد فلان ديجا هو ولد تسمى كاين وزيد يخدموا والزوالي مسكين يقعد يتفرج صح نو حرام والله حرام والحمد لله كل واحد يدي قسمه في الدنيا هذه هذا ما يقول واحد وبارك الله فيكم ربي يعيشك شكرا الاخ العياشي الصغير وشكرا الاخ العياشي الكبير وشكرا الحاج من سطيف الاخ عبد القادر من كندا عيسى من كندا والاخ تونسي من سطيف اذن الاخوه والاخوات كان هذا هو الحوار تاعنا مع اللاعب الدولي صالح العياشي أتمنى هو أن رانا أفدناكم من خلال هذا الحوار نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم في البرنامج نتاع الحنين على الساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر ونلتقي يوم الغد في البرنامج تاع أين الخلل بحيث أنه نناقش موضوع آخر إلى ذلك من حين تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بارك الله فيكم السلام وربي يعاونكم ربي يبارك فيك بارك الله السلام ربي يعاونك العياشي ربي يعيشك شكرا وسلم لي على القهوه كل العياشيه شكرا ان شاء الله بالخير اسمع كل مويسر شكرا بارك الله ان شاء الله بارك الله السلام عليكم وعليكم السلام وشكرا الحنين برنامج أسبوعي يعنى بالثقافة والرياضة والفن يأتيكم كل جمعة على الساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر